أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في حلقة جديدة من أوضة اللبس. والنهاردة استوديو تحليلي لماتش الإسماعيلي وطلائع الجيش، وهنتكلم طبعا عن الأسبوع كله وعن الكرة المصرية وعن أرسنال وليفربول، ليفربول وأرسنال وفوز ليفربول على أرسنال. والنهاردة الإسماعيلي بيفوز على طلائع الجيش في الدقيقة 92 بهدف مبولي، هدف مهم جدا لكل إسماعيلية وكل جمهور الإسماعيلي. ماتش يمكن كان صعب جدا، ولكن في النهايه الاسماعيلي قدر ان هو يفوز بالمباراه، وليفربول بيتفوق على او بيتغلب على ارسنال بثلاث اهداف لواحد في مباراه وضح فيها فروقات كبيره جدا بين ليفربول وارسنال. المباراه بدا فيها محمد صلاح والنني. يسعدني ان يكون ضيوف الاستوديو التحليلي معايا كابتن الاسماعيلي وكابتن منتخب مصر السابق كابتن حسني عبد ربه. مساء الخير ميدو حبيبي، عامل ايه؟ مبسوط النهارده لازم اطلع معاك بحاجات مختلفه شويه. مبسوط طبعا النهارده اول مره طبعا ابقى مع فيفي، ومن الناس المحترمه اللي انا لسه هقدمه بحبها جدا. راجل مثقف وراجل معلوماته حاجه تحترم، ودايما انا بحب بتعلم دايما، فواحد من الناس اللي انا بتعلم منها يعني ايه تحليل وايه ثقافه، فانا سعيد جدا انا موجود معاك النهارده. هو النهارده حسني قدمك بقى. تقديمه يعني اكتر مما استحق. اشكر طبعا. اول مره تقابلوا بعض؟ اول مره نتقابل، بس الحقيقه تقديمه اكتر بكتير مما استحق، وجايه من اسم كبير جدا جدا في تاريخ نادي الاسماعيلي وفي تاريخ منتخب مصر. بشكره طبعا جدا وسعيد الموجود معاك يا ميدو. ان شاء الله نعمل استوديو حلو. حسني، النهارده الاسماعيلي بيفوز اخيرا، وحالم يعني الناس بتاخد نفسها في اسماعيليه. شفت النهارده الماتش ازاي؟ الماتش انا شايفه من فتره، مش شايفه النهارده بس. الماتش انا يمكن المبادره المحترمه اللي كابتن علي غيط عملها ونجوم الاسماعيلي القدامى حاجه كانت كويسه جدا جدا جدا. لا المبادره جت من كابتن علي ولا من مجلس اداره النادي؟ من الكابتن علي غيط، هو اللي قام بالمبادره ديت، وهو اللي لبى الدعوه لكل اللعيبه القدامى، والحمد لله كلنا كنا موجودين. يعني من احساسي بقى بالماتش من اللحظه دي، احساس كان كويس جدا ان احنا نبقى ملتفين حوالين فرقتنا ونادينا اللي ليه فضل علينا. اللعيبه حست بده، ميدو انا شفت في عيون اللعيبه، يمكن كان لعيبه انا شايفها في التمرين عندها حاله حزن كبيره جدا، وده اللي انا عايز اوصله للجمهور قبل القعده. ده اللي عايز اوصله للجمهور، ان اللعيبه ساعات ميدو بتبقى شايله هم كتير جدا لما خساره ورا خساره وجمهور، وانت بتلعب في نادي جماهيري كبير جدا. اللعيبه هنا لازم ترجع لها الثقه. اللعيبه لما تفقد الثقه، خد بالك مهما كنت انت بتلعب في نادي جماهيري او نادي كبير، هتفقد الثقه، هتفقد اهم حاجه في الكوره هي الثقه. فالاسماعيلي واللعيبه افتقدوا ده، افتقدوا الشخصيه بتاعت نادي الاسماعيلي. يعني بتقول لعيبه الاسماعيلي عليها ضغوط؟ طبعا 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 طبعا. انك انت المستويات اللي موجوده مش ما تقدرش تتحمل الضغوطات دي. مفيش لعيبه كبار ايامنا لما كان بيحصل مواقف كنا بنقدر نشيل، كان في وسطينا لعيبه كبار واحنا كنا في وسط اللعيبه ديت، فكنا نقدر. عارفين قيمه نادي الاسماعيلي، اللعيبه اللي موجوده انا بعذرها لان لقوا نفسهم في وضعيه صعبه جدا، ما بيلعبوش بجماهير بقى لهم فتره، مفيش لعيبه كبيره في وسطهم. مع احترامي طبعا في لعيبه بس مش هي اللعيبه اللي انت تقدر تقول عليها اللي هي تشيل الفرقه، تتحمل الضغوطات اللي هي موجوده. فانا بعذرهم. فشفت في التدريب ان الناس كلها مطيه وعندهم نفسيه متدمره. لما اتجمعنا كلنا حسيت لا في وش اللعيبه اللي هم في حزن، بس في نفس الوقت تجمعنا ده كان رساله ليهم، قدروا النهارده اللي هم يستغلوها صح. انت شفت النهارده كان في حماس. فنيا الاسماعيلي ما كانش بالمستوى اللي احنا يعني ما نقدرش نقول الاسماعيلي في يوم وليله هيرجع فنيا، لان الاسماعيلي محتاج كتير جدا 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 فنيا. مدرب بعيد جدا عن الكره المصريه بقاله فتره. القماشه اللي موجوده مش هي نفس القماشه اللي كانت موجوده معاه في السنوات اللي قبل كده. بيبتدي يخش في ظروف صعبه. طبعا وجود الكابتن احمد العجوز وجود الكابتن ابو طالب معاه اكيد ليهم دور كبير جدا في المستوى بتاع اللعيبه او التعرفه على اللعيبه بشكل كبير. ده شفناه النهارده في الماتش، شفنا مستوى شوط اولاني غير التاني بشكل كبير جدا. الاسماعيلي انا حسيت ان اللعيبه عايزه، بس المستوى الفني ما تقدرش يميده. ساعات تبقى عايز تعمل يعني كل حاجه، بس هو ده اللي انت موجود. بس اللي ساعات ساعات بيبقى المكسب اهم من اي حاجه. بالظبط. والمكسب هو اللي بيخليك ان انت بقى تقدر تبني على حاجه، ان انت تقدر ان انت تشتغل عليها بشكل ما فاكر. هو ده اللي انا بقى جاي لك فيه. الروح والنظام في الملعب ساعات بيعوض الفنيات. هو ده اللي انا عايز اوصله لك. المكسب
في نهايه اللقاء وفي الدقيقه 92 وبيجي دوت، فدي روح جديده اتمنى اللي انتوا تواصلوا عليها، تواصل اللي انت بتعرف انت بتلعب في النادي الاسماعيلي، نادي كبير، النادي مش هو ده وضعه. بس لما اتكلم فنيا، الشوط الاولاني وجود ثلاث لعيبه في نص الملعب عليه علامه استفهام. طبعا هنتكلم في بالتحليل الفني بالتفصيل انا وانت وعفيفي، لكن احنا قلنا دايما ان انت لازم دايما تفكر اللعيبه ان انتوا بتلعبوا في نادي كبير، لازم دايما تفكر اللعيبه ما تنسوش ان انتوا بتلعبوا في الاسماعيلي او الزمالك او الاهلي او الاتحاد او المصري او الانديه اللي ليها جماهيريه كبيره، خاصه الحاله بتاعت الاسماعيلي. طيب لو انت مش قادر ان انت يبقى عندك جمهور في الملعب سواء في التدريبات او سواء في المباريات، الحاجة التانية الوحيدة اللي بعد كده اللي تفكر اللعيبة ان هم بيلعبوا في نادي كبير، ان انت تستعين بالاساطير وتستعين بالليجندز وتقربهم من الفرقة وتقربهم من النادي، لان البصة في وش اي اسطورة من اساطير الاسماعيلي او ان انت تسمع منهم كلمة، هو ده اللي ممكن يخلي اللعيبة تنزل تأدي بالشكل وبالروح اللي حسني النهاردة بيقول عليها النهاردة نفذوا بيها. تعالوا نشوف حسني عبد ربه لما راح تدريب الاسماعيلي مع نجوم الاسماعيلي القدامى قال ايه في التدريبات. مفيش حد ما يعرفش نادي الاسماعيلي، انتوا كلكم عارفين قيمه نادي الاسماعيلي، ممكن الظروف مش مساعداكم، متوشه كتير بتعملوها كويس جدا ومفيش توفيق، واحنا انا حاسس بده. الوقت اللي جاي احنا جينا عملنا اللي علينا، والاداره ممكن ليها ايجابيات وليها سلبيات، الجمهور ممكن بيتكلم في الفيسبوك عشان خاطر مصلحه النادي. الوقت اللي جاي انا مش هقول غير حاجه واحده، بتاع رجاله. الوقت اللي جاي بتاع رجاله هيبان فيه الرجاله بجد، من اول ماتش الجيش هيبان. مفيش حاجه اسمها 11 بيلعبوا اللي بره بعيد، لازم الناس كلها عندكم 20 25 لعيب تروحوا مع بعض الماتش، تقعدوا الناس اللي مش هتلعب في ال 18 تروح تأذر زمايلها، والناس اللي في الماتش لازم يا عمر، لازم يا عمر يعرفوا ان هم الوحيدين اللي هيطلعوا من الكبوه دي، مفيش حد تاني. في خمس متوشة ولا ست متوشة بتاعتكم انتوا، احنا جينا اهو زي ما بنتكلم، وكل واحد ممكن يتكلم من هنا للصبح، كلهم كباتن وكلهم نجوم، لعبوا منتخب مصر ولعبوا في انديه ولعبوا الاصل هنا، احنا واقفين وجايين، ولو طلب مننا اكتر من كده هنعمل، عشان زي ما الكابتن علي قال احنا عرقنا هنا على النجيله، اسمنا اللي اتعمل كل واحد في الناس دي كلها، والناس اللي ما جاتش اتعمل من خلال هنا. فانتوا لازم تعرفوا ان الوقت ده بتاعكم انتوا، بتاع الرجاله. مش ما انا ما بحبش بقى ايه اصل الاداره وارمي اللوم على الاداره وارمي اللوم على الجمهور واصل الكباتن ما بتجيش، لا لا، الوقت ده وقت نعرف فيه قيمه الراجل، الراجل بيبان في الشده. فعمر انت والرجاله اللي معاك، مش عايز اقول اسم، كلكم لعيبه كبار، بس رايحين اي ماتش نصدق ان احنا هنكسب، نصدق. اسمع طيب، كلام مهم جدا، كلام بيخلي اي لعيب ان هو يفتكر انا بلعب في نادي كبير، مفيش جمهور، مفيش حد مستنيني بره، مفيش حد هيجيلي بعد الماتش لو اتغلبت، حاجات كتيره ظروف البلد خلتنا ان احنا او ظروف العالم كله دلوقتي خلتنا ان احنا نلعب من غير جمهور، لكن الحميه والروح والقلب والرجوله اللي طبعا كابتن علي ابو جريشه وكابتن محمد صلاح ابو جريشه وكابتن حسني عبد ربه والكباتن كلها الكبار اللي راحوا كباتن النادي الاسماعيلي، هو ده اللي ممكن نقلت جزء من الفكره للعيبه، انتوا بتلعبوا في نادي كبير، وده جزء مهم جدا، وكان في توقيت مهم جدا، نتمنى ان هو يستمر لغايه اخر الموسم. عفيفي، الاسماعيلي نادي، وانت بالذات هتقدر تفهمني كويس قوي في القصه دي ولازم نشرحها للساده المشاهدين، نادي بيتحط على كتافه وعلى دماغه ضغوط هو حاليا ما يقدرش عليها. يعني اي مدرب بيروح يمسك الاسماعيلي بيطلب منه ان هو يكون منافس على الدوري، منافس على الدوري بشكل مباشر. والنهارده الكوره ما بقتش زي زمان، النهارده ان ممكن الفروقات الماديه كانت زمان قليله قوي، فممكن ان انا لما اجمع لعيبه من الدرجه الثانيه على شويه لعيبه من ولاد النادي على خبرات او كل ماشي، دي فكره الكره في الاساس. لكن النهارده الفروقات الماديه الكبيره اللي موجوده في المنافسه الحقيقيه على بطوله محليه، انت بتتكلم ان انت بتنافس ثلاث انديه عندهم اكبر ثلاث ميزانيات في افريقيا، خلي بالك، الزمالك والاهلي وبيراميدز اكبر ثلاث ميزانيات في افريقيا. فالنهارده الضغوط اللي على اللعيبه بتاعت الاسماعيلي
والضغوط اللي على اي جهاز يشتغل في الاسماعيلي بتخلي اي جهاز يبدا اي موسم راجع 10 خطوات لورا، كانك بالظبط بادئ كده ايه مع في 15 نقطه مش معاك، في اكسبشنز او يعني حاجات مواسم كل 10 سنين كل 11 سنه بتتوفر لك بعض الظروف ان انت تقدر ان انت تبقى منافس. لكن انت هل شايف ان بدايه التغيير الحقيقيه من ان لازم الاهداف تبقى واقعيه لفريق الاسماعيلي ومدربه؟ بص خلينا ناخد الموضوع من ورا شويه. ايه اللي ادى بالنادي الاسماعيلي من حال الى حال؟ من وجهه نظري الشخصيه طبعا اهل مكه ادرى بشعبها، لكن الاسماعيلي تحول من نادي طول عمره بيصنع كوره لنادي عايز يشتري كوره ومعهوش فلوسها. عشان نوضح الفرق، بيصنع كوره دي زي مثلا اياكس، بيشتري كوره دي زي باريس سان جيرمان. في انديه بتبني كوره بتطلع لعيبه، سواء بتبني اسلوب لعب معين ولعيبه او بتطلع على الاقل لعيبه، وفي انديه ما عندهاش البيز ده فبتشتري لان ما عندهاش وقت كمان تجيب لعيب تصبر عليه وهكذا وهكذا وهكذا. والامثله العالميه موجوده جدا والمحليه كمان موجوده جدا، موجوده بشكل واضح جدا. الاسماعيلي في اللحظه اللي قرر فيها انه بامكانيات ماديه اقل هيشتري كوره بدل ما يصنعها حصل دروب. بمعنى لو بنتكلم عن اهم لعيبه في نادي الاسماعيلي اخر 20 سنه بس، مش هرجع بالتاريخ كله لمرحله ما قبل الاحتراف، اخر 20 سنه بس، وكمان مش هتكلم عن اللعيبه، انا هتكلم عن نص الملعب. نص ملعب الاسماعيلي من سنه 2000 للنهارده قدم لنا صناعه نادي الاسماعيلي. صناعه مش معناها ابن النادي، صناعه معناها انه كبر جوه نادي الاسماعيلي. قدم لنا خميس جعفر، احمد فتحي، حسني عبد ربه، محمد حمص، احمد خيري، السليه، محمد فتحي. مركز نص الملعب تحديدا كان هويه من هويات نادي الاسماعيلي، كان دايما الاسماعيلي فيه اثنين منهم على الاقل واحد من اهم، ما كانش اهم لعيب نص ملعب في مصر يبقى الثاني يبقى الثالث يبقى من الخمسه الاوائل. تمام. الكلام ده مش بس مش بقصر الكلام على اولاد النادي اللي طالعين من تحت، لا بتكلم على اللعيبه اللي ممكن تكون زي خميس جعفر. خميس طبعاً. جعفر من الاولمبي، لكن اتبنى جوه نادي الاسماعيلي. فنادي الاسماعيلي كان بيصنع كوره، اسلام الشاطر، سيد معوض، عماد النحاس، حمام ابراهيم، جيل اللي خد الدوري، محمد بركات. الجيل ده تم تصنيعه داخل النادي الاسماعيلي. النادي الاسماعيلي جه في لحظه، انا مش عارف ايه هي التفاصيل، كابتن حسني ممكن يفيدنا اكتر، توقف عن انتاج الكوره، عن تصنيع الكوره، وقفل المصنع وقرر انه يشتري وهو مش اغنى نادي. فانت قفلت المعادله في وشك. النهارده انت بدل ما كان عندك مصنع بيطلع فلان وتحس ان فلان مش هيتعوض، على فكره عماد سليمان، انا وانا بتفرج على عماد سليمان اول ما وعيت على الكوره يعني قلت ده مش هيتعوض، وتعوض. بعدين شفت فلان مش هيتعوض. انت قصدك ان الاسماعيلي كان موجه الصرف في الاصول، التركيز كان موجه الصرف الاصول في المصنع، فحول ان هو بقى بيوجه الصرف لان هو ياخد لعيبه من بره ففقد هويته بالزبط. الاساسيه. وكمان انت لما تدخل خد بالك انت بتصنع كاسماعيلي احسن من انديه كتير جدا، لكن انت مش هتشتري احسن من انديه كتير جدا. انت لسه ذاكر دلوقتي امثله، وفي امثله غيرها كل الانديه دي تقدر تشتري احسن من الاسماعيلي. بس انا ممكن النهارده لو ممكن لو مكان المجلس اداره الاسماعيلي اقول لك ان انت النهارده بتصطدم بواقع مؤلم، ان انت النهارده عندك مثلا سقف لرواتب اللاعبين. انت النهارده بتفقد لعيبه لان انت ما تقدرش تديهم اكتر من 2.5 مليون جنيه في السنه. أوكي. في حين ان اللعيب ده النهارده لما بيلعب عندك سنه او لمده موسم بيتعرض عليه 15 و20. انت كده بتتفق معايا مش بتختلف. اقول لك ليه، انا ما اقدرش، حتى الزمالك والاهلي ما يقدروش، واظن شفنا امثله مؤخرا يعني، ما يقدرش يحافظ على لعيب لفتره طويله لو جاله عقد كبير. تمام. فلازم نبقى عارفين ان فكره ان يبقى عندي كواليتي حسني عبد ربه ويقعد في الاسماعيلي طول عمره دي مش هتحصل تاني، ولازم نبقى متفقين على كده على فكره. هو الكلام ده مش رومانسي، انا عارف ما حدش بيحبه يعني، بس ده حقيقي. لو طلع لي النهارده مين دول، انا بتكلم عن النهارده، في لعيبه بتتمسك بالمكان اللي هو موجوده فيه بالقوانين النهارده. انا لو طلع لي كواليتي حسني عبد ربه السنه الثانيه هيكون خرج، ما كانش خرج في مصر هيكون خرج بره. طب ايه الحل؟ الحل هو اللي انا قلته برضه، ان يكون عندي المصنع. طارق حامد اتعرض عليه فلوس من بيراميدز قد الزمالك. انا بتكلم عن لعيب 18 19 لا 20 لا بتكلم سنة. عن اللعيبه اللي موجوده في الدوري. لا دي لعيب خلاص بس يعني بس عفيفي، دي برضه دي نقطه اداره. ازاي الاداره تقدر تحافظ على اللعيب الكويس؟ بس انا عايز اكمل حاجه. انت دلوقتي طلع بطريقه او باخرى ما قدرتش تحافظ عليه. الحل ايه؟ يكون طالع لي حد تاني. مش هطلع حسن عبد ربه كل يوم، لا بس هطلع 80% منه. ماشي، بس في 70% منه. قصه ان انت تركب لعيب في مكان لعيب ده محتاجه وقت، مش سهله، محتاجه يبقى متحضر كويس جدا. وهرجع لكلامك بقى كده. وهرجع لكلامك، لازم الناس كلها تبقى عارفه يا جماعه، نادي الاسماعيلي في المرحله دي عشان يعود لهويته في مرحله دروب هيحصل، واوريدي على فكره هو حصل.
الاسماعيلي السنه دي، انا ما بحبش اقول الكلمه، لكن في موجود في اماكن مش مكانه خالص يعني. فلو كنا خايفين من دروب حصل يا جماعه، اشترينا ودروب حصل تمام. طب ما تيجي نشتغل بشكل مختلف ونتحمل دروب متوقع مش مفاجئ، ونبقى عاملين حسابنا ان احنا هنتعب كلنا، هنتعب، الجمهور هيتعب. ايوه يعني انت رأيك ان لازم ومع الوقت يبقى عندك ايه؟ ده اللي انا قلته لك في الاول، طبعا لازم يبقى في مصارحه. قلت لك انا باجي على كلامك، مصارحه للجمهور، يا جماعه احنا دلوقتي ما نقدرش ان احنا ننافس الناس دي في الحته اللي انتوا بتفكروا فيها بتاريخ الاسماعيلي. لازم نشتغل بطريقه ثانيه عشان نقرب الناس. ايوه بس انا في سؤال، بس خلينا نقطع ايده كلام. انت النهارده بنيت فرقه وحققت مركز ثاني، انت بتهد عشان تبني ثاني. كل الفرق بقت بتبني زي ما ميدو بيقول، كل الناس بقت بتبص لحاجات تانية. احنا بنتكلم في اللحظه الحاليه، حتى اللحظه دي ما انت هديت عشان تبني، الفرق الثانيه بقت فوق، انت عشان توصل لفوق. ما ماشي، هي دي محتاجه بقى محتاجه مصارحه مع الجمهور. انت تعرف انك هتاخد وقت على فكره. انا النهارده محتاج النهارده مع الجمهور. لا، مين اللي ينفذ ده؟ هي دي المهمه اللي احنا نتكلم فيها، مش الجمهور. ما هو ده اللي انا عايز اقوله. الاداره النهارده لازم، النهارده يا جماعه انا راجل بقول لكم ان انا راجل ما اقدرش ان انا انافس الناس دي بظل الفروق الامكانيات الكبيره، وانا راجل بقول لكم ان انا هبني تاني من تحت، هصرف تحت، هصرف ان انا هطلع لكم لعيبه من النادي، وان انا هحاول ان انا اكون موجود لمده موسمين في وسط الجدول، وبعد كده الموسم الثالث هنافس على المربع. كل الانديه الكبيره لما بتقع بتبقى عارفه ان انا عارف ان الكلام ده صعب، وانا عارف ان جمهور الاسماعيلي لا يتقبل ان هو يرى فريقه منافس بشكل مستمر، بس النهارده الكره الحديثه حسني النهارده بتقول لنا، والتاريخ بيقول لنا اللي بيحصل لنا دلوقتي، ان كل نادي كبير بيحصل له دروب زي ما عفيفي بيقول، بياخد 4-5 سنين على ما يرد تاني. تمام. وساعات اكتر مع البلان اللي انت لازم تحطه، مين اللي ينفذ؟ هي دي نقطه مهمه. انا النهارده طلعت مثلا قراري عفيفي من يومين او ثلاثه بتشكيل لجنه تعاقدات، ومشى المدير التعاقدات كان موجود. اللجنه اللي موجوده هي اللي كانت بتجيب نفس اللعيبه من سنتين وسنه، هم نفس الناس اللي مع احترامي الشخص ليهم، دول يعني كباتن افاضل ليا وكده، بس انا بتكلم انت لازم تنقي الناس دي، ولازم يبقى لهم رؤيه فنيه، ويبقى هم اصحاب القرار، ما تبقاش انت برضو في الاخر انت اللي عايزه بتعمله. ما هي دي نقطه برضو مشكله، لما اجي ارتب يا ميدو الاختيار عليه عامل كبير جدا. لو احنا نرجع بقى زي ما عفيفي بيقول من زمان، مين العين اللي كانت بتشوف، مين العين اللي كانت بتجيب؟ هنا الاسماعيلي كان نادي، مش هقول نادي غني، بس كان نادي غني بالعين اللي كانت بتعرف تجيب لعيبه. بالظبط، الناس اللي سكاوتنج النهارده او الناس الكشافين النهارده طول عمرهم بيجيبوا لعيبه مهمه للنادي الاسماعيلي، مش هم لسه موجودين؟ اللي موجودين في قطاع الناشئين اصلا. مين اللي جاب المحترفين؟ اللي يعني معظم الناس اللي في اللجنه الجديده هم اللي كانوا موجود من سنه، من سنتين، من ثلاثه، هم ونفس الاشخاص. انا بتكلم نادي الاسماعيلي مليان تاريخ كبير في لعيبه كبيره تقدر اللي تخش جوه النادي. لو انت في نيتك الاصلاح، كابتن علي ابو جريشه من غير ولا مغمض لازم يبقى له دور في نادي الاسماعيلي. لازم ولا مغمض. خلافاتي على جنب، انا النهارده بقول باشمهندس ابراهيم عايزين نكسب، نطلع بمكاسب النهارده. الماتش النهارده كسبنا، ربنا كرمنا بروح وكسبنا. ده لم الناس في حوالين النادي الاسماعيلي، لم الناس تاني اللي انت زي ما عفيف بتكلم وانت بتتكلم وانا بتكلم، مصلحه النادي فين؟ هو ده اهم من حسني واهم من اي شخصيه، مصلحه النادي. يبقى انا اشوف فين مصلحه النادي واعملها. لازم التاريخ اللي اللعيبه عملته في نادي الاسماعيلي لازم كلها تبقى موجوده، حتى لو استشاره. مش بتكلم اللي انت فرض على الناس اللي الكابتن علي يشتغل او الكابتن علي يجي او مين مش عايز اذكر اسامي، بس لازم الناس دي يبقى لها دور جوه نادي الاسماعيلي، حتى في اللي انت يبقى لك راي كرئيس نادي لازم تسمع، لازم تشوف الناس دي. ما تبقاش مصر على 4-5 اشخاص حواليك هم. علشان كده انا بس بحب اتكلم بصراحه، علشان النادي احنا عايزينه يعدي الازمه دي. بس احنا النهارده في حته كويسه، ان الاسماعيلي بيكسب في الدقيقه 92. تمام. الاسماعيلي النهارده ظهر بروح مختلفه. تمام. الاسماعيلي النهارده المكسب ده يقدر يخلي ريكاردو والناس اللي شغاله معاه ان هي تبقى تاخد نفس وتقدر تبني صح، وتقدر نستفيد من الاخطاء بتاعه اللي كانت موجوده قبل كده ونقدر نعدلها. تعال نخش على الناحيه الفنيه للقاء النهارده. الحقيقه الاسماعيلي كان بيواجه فريق ابتدى يتطور بشكل كبير جدا مع كابتن عبد الحميد بسوني في الفتره الاخيره، وفريق خلينا نقول بكل صراحه الضغوط عليه كانت اقل بكتير جدا في دخول المباراه طبعا. او وقت دخول المباراه طبعا. يعني لو النهارده انا عايز اقيس معيار الضغط هنا معيار الضغط هنا هنا ورا مدينه ورا جمهور ورا وضع صعب ورا والنقاط اقل ولو خسر وحاجات كتيره جدا. مدرب لسه جديد الكابتن عبد الحميد بسوني بقاله فتره مع الفريق. النهارده
الضغوط كانت مختلفة، والإسماعيلي النهاردة بيختار إن هو يخش الماتش بأربعة 3-3 الطريقة اللي عايز ريكاردو يلعب بيها، وكان ماتش ممكن إن هو يروح في أي حتة من الاتجاهين. تمام، لو اتكلمنا عن الماتش خلينا نتكلم عن نقطة في 4-3، مش في 4-3-3 لكن في أسلوب تطبيقها. أنت بتتكلم في 4-3-3 بشكل واضح، يعني هاشم وعمار، وهنا أحمد أيمن، وهناك بيومي، دونجا، عمر الوحش شمال، مخلوف يمين، وعبد الرحمن مجدي، وحمدي زكي، وبكيتي. المشكلة هنا بقى إيه بقى يا ميدو؟ أنت عندك هنا الظاهرين تقريبا ما بيزيدوش خالص خالص طول الشوط الأول، لو بدأناه بالشوط الأول، في ظاهرين ما بيزيدوش خالص. والثلاث لعيبة بتوع نص الملعب بيلعبوا تحت الكورة. يعني لو الكورة راحت مثلا لبيكيتي هنا، مفيش هنا عمر الوحش يخش 18 جنب حمدي زكي، مفيش هنا مخلوف يخش، مفيش هنا دونجا يكمل. فأنت بتتكلم عن الشق الهجومي أو الثلث الأخير في الملعب ثلاث لعيبة بس. هل ده ممكن يجي منه أهداف؟ ممكن في حالة واحدة بس، لو كانت هجمة مرتدة. يعني لو أنت بتستقبل اللعب وناوي تلعب الكرة لبيكيتي وحمدي زكي وعبد الرحمن مجدي اللي هما بالمناسبة مواصفاتهم الفنية تسمح بده على مستوى السرعة على مستوى المهارة في عبد الرحمن مجدي، كان ممكن. لكن الإسماعيلي كان في الشوط الأول ضاغط، فهو ناقل اللعب لنص ملعب الجيش، لكن كل اللعب بينتهي في الثلث الثاني، الثلث الثالث فيه ثلاث لعيبة بس. على الجانب الاخر الجيش بيرتد بشكل ممتاز من الهجوم للدفاع، ففي كل مره الاسماعيلي بيطلع في الكوره بيطلع بالكوره بيطلع بالكوره. هنا طبعا مفيش احمد ايمن ما بيروحش خالص، بيوم. هنا بيومي ما بيروحش خالص، تقريبا بيغطي نص الملعب وبيقفوا، ولو حد فيهم كمل بيكمل نص الملعب 5-10 متر مش اكتر من كده. والثلاثه اللي هنا طبعا مش هتكلم عن دونجا سته، لكن عمر الوحش ومخلوف لازم حد فيهم يكون اجرى انه يدخل جنب حمدي زكي حتى لو مش هياخد الكوره، بس مجرد دخوله جوه منطقه الجزاء ممكن يخلي حمدي زكي عنده مساحه اكتر، ممكن يصعب المهمه على دفاع الجيش اكتر. فالاسماعيلي كان بذل مجهود كبير جدا، لكن كان في فكره ناقصه، دايما كان في فكره ناقصه. وايه اللي حصل في الشوط الثاني؟ يعني ليه محمد الشامي نجح في الشوط الثاني عموما في الفرصه او في الهدف اللي عمله مجهود؟ مجهود فردي. ولو تاخد بالك الجول هجمه مرتده، يعني الشامي بيجري ودفاع الجيش لسه ما رجعش، وقاتل عليها عمل يعني شيء عنتري تماما لغايه ما وفرها المدبولي، المدبولي اللي ما كانش ضامن برده لجوه لكن قدر يشوط من بره يجيبها جول. فالكثافه العدديه في ال 18 لو كان الاسماعيلي فضل يكمل الشوط الاول بنفس الاداء ماتشين كمان كان صعب جدا يسجل، لكن لما اتخلقت المساحه فحصل الكاونتر اتاك اللي هو كان سبيل الاسماعيلي الوحيد مع المجهود الفردي اللي هو كان سبيل الاسماعيلي الوحيد من الشامي، حصل المكسب. غير كده الاسماعيلي ما كانش ممكن يكسب. طبعا ده مش حكم على ريكاردو اول مره يكسب، بس انا بوصف اللي حصل في الماتش زي ما شفته. طيب ساعات طبيعه اللاعب بتسهل على المدرب حاجات كتيره جدا لو هو لسه محتاج وقت ان هو يشتغل. فاهمني؟ يعني النهارده عفيفي بيتكلم على فكره ان لعيبه الاسماعيلي بتاعه الدايره الثلاثه متشابهين بشكل كبير، الثلاثه ما عندهمش حد يقدر عنده الانرجي والطاقه ان هو تستريتش ورا الناس، ان هو يشق في ورا الناس، اللي هو مثلا فكره عمر جابر او فكره اللي هو دايما اللي موجود. فساعات المدرب بكل ذكاء يقدر ان هو يحط لعيب مختلف حتى لو ما عندوش وقت للتحفيز، فاللعيب ينفذ له الحته دي. نفس الفكره عفيفي كان بيتكلم على فكره الشامي لما نزل الشوط الثاني، هو بيقول امكانيات فرديه، انا بزود على امكانيات فرديه ان هي طبيعه اللعيب. أيوه. طبيعه اللعيب النهارده هو لعيب اصلا كده كده بيتحرك في ظهر الديفنس، لعيب كده كده عنده الطاقه ان هو يفضل ان هو تستريتش الديفنس ان هو يشتغل، فطبيعته ادت فكره زياده. انت كراجل لعيب نص ملعب شايف ان الاسماعيلي بيبدا بالثلاثه اللعيبه اللي هم المفروض الانسب ان هم يقدروا يبداوا مع بعض خالص؟ انا شايف الاسماعيلي بدا المباراه عايز ما يتغلبش، ودي كانت مشكله كبيره جدا. لما حول الطريقه في الشوط الثاني بالطبيعي ان انت كنادي اسماعيلي وعايز تكسب، قدرت تروح على الجون وقدرت تضيع بالتغييرات اللي انت عملتها وكسبت. فانت ما كسبتش هباء، لا انت كسبت علشان حولت الطريقه لطريقه هجوميه بالناس بتوع نص الملعب، اللي انت اصلا رجعت للطريقه الشوط الثاني لعبت باثنين، طلعت مخلوف ولعبت عمر ولعبت جنبه دونجا ورحت منزل صادق. صادق بقى عنده الاسترتش اللي انت بتقوله، اللي هو عنده اللي هو يقدر بيلعب في نص الملعب وعنده الكره الهجوميه. عمر بطبيعته بيحب ينزل شويه، مخلوف بطبيعته بيحب ينزل شويه. انت كان عندك مشكله كبيره بقى جدا زائد نص الملعب اللي عفيفي بيتكلم عليه، اللي انت كان عندك سيلفا كان بينزل محمد حمدي بينزلوا مع الثلاثه نص الملعب، يعني مش هنقول الثلاثه بس دول اللي هم واقفين، بكيتي ده بينزل ومحمد حمدي ذاك بينزل وعبد الرحمن الوحيد
في نادي الاسماعيلي في اللعب في الفرقه دي اللي عنده حلول شويه ممكن يعدي. بس الكره بس يا حسني ما بيتحركش في ظهر الديفنس هو يعني ما بيطلبش يعني هو دايما عايز الكره في رجله ويشتغل لعيب كويس. انا بتكلم في ايه ان هو الوحيد اللي عنده الحلول اللي هو ممكن يروح عنده حته زياده بس انا النهارده حتى الراجل اللي بستفيد منه اللي عنده ميزه بيروح ما بيلاقيش حد جوه. يعني انت عبال ما انت بتدافع هنا وده ينزل هنا هو خد بالك النهارده محمد حمدي زكي كان بيبدل هو كانوا متلخبطين مع بعض ده سيلفا يخش وحمدي يطلع بره حتى والكوره معانا انت المفروض بتمد ميدو الاسترتش بتاعك بتهاجم بتطلع بدون نص ملعب لا انت وانت معاك الكوره كان محمد حمدي زكي نازل كده عايز ياخد الكوره من هنا وبكيت سيلفا كان عايز. طب انا ممكن اسالك سؤال ضيع لجوم طب ممكن اسالك سؤال النهارده خلينا نقول ان الفريق الاحمر ده هو فريق الاسماعيلي تمام بلاش احمر خليها ازرق معلش ها مع مش عارف اوصلها تمام. هل انت لو انت مدرب لو انت النهارده مدرب وماسك اسماعيلي تمام تمام وبتلعب بثلاثه لعيبه كده على الدايره صح ممكن ان انت في وقت من الاوقات تحاول تعوض ان واحد من دول يبقى الشامي حتى لو هو مش لعيب كره تلعيب كره نص ملعب بس يديك الفكره بتاعت ان هو واحد على طول بيعمل لك الوصله دي على طول موجود لا. موجود في الحته دي لا لا لازم لعيب ذكي في الحته دي بيقدر بيجي بوشه. الشامي مش من النوعيه اللي يمسك الكوره ويروح الشامي عنده الحته اللي انت تلعب له في مساحات الشامي عنده حته اللي هو بيحب يضغط ما بيستلمش في رجله فبالتالي ما يقدرش ميدو يجي من هنا يروح رايح كده لا هو هو بيحب يخش لجوه بيحب يلعب من الناحيه دي بيحب يلعب الفرويد الهجام اللي احنا كنا بنقول عليه بلغه الكوره. مين اللعيب اللي في الاسماعيلي اللي انت نفسك خلينا نقول مثلا فكره مين ساعدني يعني اللي هو فكره السوليه دلوقتي بقى بيروح لقدام اقول لك فكره الكوره حد بيطلب الكوره قدامه يعني اقول لك فكره مين مثلا لو في الزمالك مثلا لعب هنا زيزو او لعب هنا امام عاشور او اللعيب اللي هو في 3 في 4 3 3 يقدر ان هو دايما يقرب يبقى اللي يعمل اللينك احمد فتحي لما كان في الاسماعيلي خلينا نقولها كده احمد فتحي اللي هو اللعيب اللي بيعمل دي اللعيب مين اللعيب لازم الاسماعيلي محتاج لعيب زي ده لان انت انا بقول لك يا ريت شباب تقول لنا الصور الناس الحاجات بتاعت ماتش الاسماعيلي شغاله عليها. الاسماعيلي عنده مشكله كبيره جدا. بس انت بتتكلم دلوقتي على 3 ولا بتتكلم الاسماعيلي لو لعب 4 3 واحد يروح لا لو لعب 3 بنفس الطريقه ديت انت بتحتاج واحد فيهم يقلب الخطه لاثنين الاثنين تحت واحد قدام انت عايز ده ايوه ايا كان واحد بيكمل انت عندك حسني الثلاثه بيلعبوا قدام يعني انا عشان صادق لعب معايا فانا حافظه هو بس الاصابات الكتيره اللي مر بيها اخرته شويه انما هو عنده بص عنده ثقه في نفسه كبيره جدا اللي هو بيقدر يستلم من نص الملعب ويروح وعنده الرؤيه وعنده كره كويسه جدا وغير كده عنده قلب بيحب النادي جدا ومن الناس اللي عندها غيره في الملعب المكان ده مطلوب ده مطلوب ان انت يبقى تجازف وتروح وما تخافش وما تقلقش في نفس الوقت عنده اللي انت بتقدر ترجع تدافع تاني دي نقطه مهمه جدا فانت ما تبصش بس النهارده اللعيب اللي بيلعب هنا مع الاثنين دول اللي انا عايزه ايه يروح على طول طب انا كده هخسر نص الملعب صحيح. فكره المدرب اللي بيبص عليه اللي هو بيلعب 3 ليه ميدو ان هو هنا عايز ماشي بس انت لو بتلعب بثلاثه كده حسني لازم باك الجنب لناحيته الكره يبقى بيرايح انت النهارده شفت ماتش ليفربول وهنتكلم عليه النهارده ارنولد لعب الكره روبرتسون هو اللي جابها جون انت النهارده باك رايت وباك ليفت واقفين وثلاثه نص ملعب بيستلموا الكره رجليه مين جوه ال 18 كله النهارده الاثنين اللي بيلعبوا ان هم اللي هو نابي كيتا وفينالدو الاثنين بيبقوا جوه ال 18 انت النهارده عندك حسني انت عندك مشكله كبيره كل الناس عايز تستلم الكره في رجلها اي فرقه ممكن توقف الاسماعيلي الامكانيات اللي موجوده ما تساعدكش على الكلام ده يعني انت الامكانيات ان الخبرات اللي موجوده بتفرق في الخطه بتاعه المدرب خد بالك عارف ان انا لما اروح كده نص الملعب عارف الباك رايت ممكن يضم عارف الباك رايت وباك ليفت يعني خد بالك هم مش مجانهم عشان ما نظلمهمش هو ده يا جماعه يعني بيومي اصلا بيلعب نص ملعب احمد بيلعب باك ليفت النهارده بيلعب باك رايت ده مش لوم عليهم بس ده وصف لحاله النادي في ظل التشكيل ما بالظبط عشان ما حدش يفهم ان الموضوع شخصي يعني ما يلعب الكواليتي يا ميدو اللي موجود بيساعدك انت تقدر تشتغل ازاي بيساعدك ان انت تقدر تشتغل باي طريقه تفهمني لازم الناس برضه معلش ولازم الناس تنزل تبص لقطاع الناشئين وتشوف لو في لعيب النهارده الزمالك النهارده لما نزل الناس اتزنقت وبص نزل بص تحت لا ان في واحد واثنين يقدروا طب ما انت عندك يعني انا فاكر لما مسكت الاسماعيلي كويس جدا لقيت ان انا عندي مشكله مثلا في الباك رايت ولسه مثلا حسني سعد حسني ان هو لسه محتاج وقت وبتاع نزلت بصيت على ولد صغير اسمه محمد هاني ما كانش بيتمرن مع الفرقه ولعب واشتغل باهر طب لو لقيت هنا لازم انا متاكد بس لو ريكاردو ماشي انا برده دي نقطه تاني بس انا برده متاكد ان الناس دي لو نزلت بصت تحت لا يمكن الاسماعيلي ما يكونش عنده باك رايت وباك ليفت في الناشئين ما بيعرفوش يهاجموا ويعملوا كروس خد بالك انا أحمد متاكد يعني احمد ايمن من اللعيبه كويسه جدا اللي بيعرف يروح ويهاجم
بس هو النهارده مضطر يلعبه عشان النهارده عنده غيابات. لا احمد عامل لعيب كويس بقى. يعني لعيب كويس جدا في الباك رايت اكيد في ناس وروح. فانا بتكلم الظروف النهارده اللعيب الناشئ اللي انت بتدور عليه من تحت عشان يبقى موجود هيبقى موجود مع مين يشيله في الملعب. خد بالك يعني انت النهارده محمد عمار غلط مره واثنين برضه في وقت صعب جدا مع انه خامه كويسه جدا ولعيب كويس جدا عنده ثقه في نفسه بس غلط غلطه غلطتين الناس في الظروف دي هتشيله وهو لسه صغير. بس انت ما عندكش اللعيبه الكبيره اللي احنا كلنا كنا محظوظين اللي احنا اجيال. هي دي فرصه برضه ان واحد بقيمه حسن عبد ربه يكلم جمهور الاسماعيلي في النقطه دي. لو كل لعيب حس اني هغلط هشيل ما حدش هيغلط. واسوأ فرقه كوره في العالم هي اللي ما حدش فيها بيغلط ما حدش فيها بيحاول يغلط. انا هلعب باللي جنبي واللي جنبي هيلعب باللي جنبه واللي جنبه هيلعب باللي جنبه. مفيش حاجه بوش رجل خارجي مفيش حاجه بتتلعب 20 متر مفيش حاجه بتتلعب بين الخطوط. انا بلعب لاقرب واحد عشان لما تتقطع ما اكونش انا المتهم. فدي فرصه الخوف. دي فرصه مهمه جدا ان لازم لعيب بقيمه حسن عبد ربه برده يسمع جمهور الاسماعيلي يسمعها منه مش الجمهور لانه مش الجمهور. خد بالك الاسماعيلي خد بالك اللعيبة. انا لسه كنت بقول لك عشان نضرب اغلطوا عشان نضرب لا والجمهور يتقبل. بس انا عايز اقول لك الحاجه هو اول مشهد عرف ناس بحسن عبد ربه كان شكله ايه. اخر ثانيه في ماتش الاهلي لعيب عنده 18 سنه بيقطع الكره لجوه بيخش يحطها في المقص البعيد. كان ممكن دي تبقى في السماء على فكره كان ممكن تيجي في الساعه بس الثقه وحسني احيانا بخبره اكبر وبعد سنين لعب ممكن كرة دي تقلش منه عادي. طبعا طبيعي بس هي بس هو لو ما كانش بالظبط بالظبط بس انت لو علمت اللعيب ان خد الريسك خد الريسك خد الريسك خد الريسك الشخصيه هيتعب بس هيبقى لعيب عفيفي. الشخصيه بص الشخصيه اللي هي بتاعت حسني وبتاعت احمد فتحي وبتاعت حمص وهو صغير وبتاعت كل اللعيبه الصغيره صدقني انت الكواليتي حاجه والشخصيه اللي هو متربي عليها حاجه. يعني انت شخصيه من البيت. انا فاهم طبعا انا فاهم طبعا. يعني انا فاكر كويس جدا وانا 17 سنه ماتش مصر والمغرب وانا نازل الملعب كابتن جوهري بيقول لي ما تخافش ماتش 120,000 رد عليك كان ايه كابتن انت اللي خايف. قلت له كده كابتن انت اللي خايف ميدو ما بيخافش وانا 17 سنه مش خايف. انا هو ربنا خلقني كده حسني ربنا خلقه ان هو عنده 16 سنه لو نزل لعب قدام 100,000 انا حسني انا هلعب كورتي. المشكله ان الشخصيه ده عفيفي ما برضو أيوة. انا ما اقدرش اخلق شخصيه بس اقدر اساعد لعيب انه يتجاوز جزء من مشاكله النفسيه بان حاسسه ان اللي بيعمله ده مش حرام. عارف عفيفي هيعدي. انت عارف الشخصيه بتتبني من ايه؟ سيبك من البيت الزروف. انت الشخصيه بتتبني من ايه؟ انت النهارده لا الشخصيه تتولد بيها دي ما لا غير لا بتبني عليها لا بتبني عليها تبقى عندك وانت بتزودها يعني. بتبني عليها من ايه؟ لما بتكون عفيفي ودي نقطه مهمه جدا وانت عندك 11 سنه و12 سنه و13 سنه مين بيدربك وبيقول لك ايه ومين الكاركتر ده يعني بالظبط يعني نقطه مهمه انت يعني برافو. انا النهارده انا عفيفي النهارده مثلا وانا عندي 14 سنه مثلا كان او وانا عندي 15 سنه كان بيدربني كابتن اشرف قاسم صح. فانا النهارده شايف واحد بيقول لي خش في الحديد وبيعلمني اخش في الحديد وبيقول لي لو دخلت في الحديد وحصل لي حاجه هتعمل ايه. غير ان انت النهارده للاسف الظروف بتدفع اللعيبه دي بتظلمها في اللعيبه ما حدش معلش مع احترامي ما حدش بيقول لها حاجه. المدرب النهارده الظروف مصر في الكوره اتغيرت عفيفي بقت النهارده المدرب زمان زي المدرس كان عنده وقت ليك وكان عنده الصبر ليك وكان عنده كل حاجه. النهارده الامكانيات الماديه بتاعت الانديه الكبيره وكل الكلام ده كله خليته غصب عنه ان هو بيشتغل في اكاديميه بره فغصب عنه عايز يخلص التمرين عشان يروح مكان تاني. الحاجات كتيره وصلتنا لمرحله عفيفي اللي زي ما انت بتقول مش في الاسماعيلي بس انت مش لاقي لعيب نص ملعب في مصر لعيب الكوره جيب لي لعيب نص ملعب في مصر النهارده اللي بيقف على الكوره اللي هو تقدر تقول ان هو كلاس ايه. لا مش موجود مش موجود لان بعد 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 حسني احمد حسن اعتقد حسني احمد حسن مفيش حد يعني بقالنا سنين مفيش لاعب يقف على الكوره في نص الملعب تحت ضغط يعني يقف عليها تحت الضغط لحظه الضغط ما هو ده جاي من الضغط. لا دي بجانب الامور الفنيه بجانب الشخصيه اللي مولود بيها بس هي النقطه اللي انا عايز اقولها ما تقدرش تخلق شخصيه عمرك ما تقدر تخلق اما موجود او مش مولود بيها بس تقدر تبني بيئه عامه بتستوعب الاخطاء. يعني انا دلوقتي مثلا انا عمر الوحش بلاش عمر الوحش ده كابتن الفرقه انا مخلوف فانا مخلوف النهارده خدت الكره وحسيت ان انا عندي مساحه ان اخد 5 6 وشوط دخلت شوط جبتها في الساعه بره الملعب خالص لقيت حسني عبد ربه طالع بيقول لي احسن اعملها تاني اعملها تالت غير ان حسني عبد ربه الاقيه طالع بيقول لي ايه ده. ولما حسني يقول كده فالجمهور يبتدي يقول ايه يا عم ده حسني برده بيشجعه يلا نشجع. فالبيئه اللي بتكلم على البيئه هنا البيئه العامه تبقى بيئه مفهوم فيها فكره ان اللعيب الكبير بيتبني من القرارات السيئه بالزبط. انه خد المخاطره انه ياخد قرار ويطلع تنفيذه سيء فالمره الجايه هيطلع احسن المره الجايه هيطلع احسن. لكن ما اسهل انك تعيش طول عمرك مستخبي على فكره ما حدش هيلومك. فكرتني بس العالم ممكن تعيش 10 سنين على فكره بتلعب كوره بس هتفضل هنا هتعيش هنا تموت هنا مش هتتحرك عن هنا. فالبيئه العامه لازم تستوعب الخطا
فكرتني بحاجه كويسه جدا برضو، معلومه للولاد الصغيرين. وفكره انت تبقى مدرب ازاي تخلي الولد ده ما يخافش. انا في 2003 ميدو في كاس العالم انت ما لعبتش معانا في الامارات، انا قبلها كنت جايب جون الاهلي واعمل كده بتروح واعمل كده بتروح، جيت في كاس العالم والله انا فاكر كل لحظه هشوط ميدو مش عايزه تروح، تروح راحه زي ما احمد بيقول مش عارفه راحه في الساعه عشان الاقي كابتن حسن من بره انا عندي كل الشرايط دي بيعمل لي كده كل الكوره. كنت مثلا يعني مثلا لعبنا اربع مطوشه كنت انا بحاول بقى، انا عندي ميزه الحمد لله اللي انا ربنا كرمني بالتصويب وبشوط، فمش كل كوره انت بتروح يا ميدو، فكل كوره ممكن تقلش منك او تروح بره. وتغرقنا انت ثقه المدرب بره، هي دي اللي انا بقولها اللي بقولها لعفيفي بكمل له مع اللي هو بقوله، انك انت ازاي ما تخليش اللي في الملعب يخاف، جزء من اللعبه جزء فكان من اللعبة. كل ما بص مدرب واللعيبه الكبار اللي في الملعب والناس صحيح. تعال نشوف احصائيات ماتش الاسماعيلي، عايزين نحضر الاحصائيات معانا لماتش الاسماعيلي، واحنا بنغطي طبعا ماتش الاسماعيلي بشكل جيد جدا، لان بكل صراحه يعني احنا الاسماعيلي يهمنا يعني طبعا بوجود كابتن حسني بوجود احنا دايما مهتمين باخبار النادي الاسماعيلي، لان الاسماعيلي بالنسبه لنا قلعه من قلاع القمه في الكره المصريه، شئنا ام ابينا او شاء من يشاء ورفض من رفض ابى من ابى ف يعني لازم دايما ندي فرصه ندي سبيس ومساحه للنادي الاسماعيلي. طبعا استحواذ في المباراه كان 52% الاسماعيلي 48% لطلائع الجيش، الحقيقه لازم نحيي الكابتن عبد الحميد بسيوني بالفرقه المحترمه اللي هو قدر ان هو يغيرها في وقت قصير. المحاولات الهجوميه 11 11، المحاولات على المرمى 5 للاسماعيلي و2 لطلائع الجيش، تمريرات 372 تمريره للاسماعيلي و346 تمريره لطلائع الجيش، والركنيات 4 5 والتسلل 1 1، الاخطاء 22 و14 والكروت الصفراء 4 على طلائع الجيش و4 و1 للاسماعيلي. مبروك فوز الاسماعيلي، فوز يقدر النادي الاسماعيلي واللعيبه والجهاز والجمهور ان هم يبنوا عليه بشكل كويس. وساعات كده بيبقى فيه لحظات تقدر تغير لك الموسم، النهارده ان انت تكسب في الدقيقه 92 ده دي حاجه جايه لك من عند ربنا، لازم تستغلها بشكل كويس جدا، ولازم تستغل التفاف النجوم الكبار حوالين الفريق وتخليهم ان هم يبقوا موجودين بشكل اكبر، لان ان شاء الله في ماتشات جايه قريبه للاسماعيلي. الاسماعيلي ان شاء الله يقدر لو كسب ماتشين ثلاثه يقدر ان هو يخش في وسط الجدول، يخش في مكان كويس، ودي اقل حاجه يستحقها الاسماعيلي وجماهيره. نروح فاصل ونرجع بعد الفاصل نتكلم عن بقيه المباريات، بعد كده نتكلم عن ليفربول وارسنال، وهنتكلم عن حاجات كتيره جدا مع كابتن حسني عبد ربه واحمد عفيفي. الزمالك امبارح فاز على الجونه في ماتش واحد من الماتشات الحلوه جدا في الدوري المصري 4-3 وفي اخر دقيقه، وفي ماتش شهد الحقيقه شجاعه كبيره جدا من فريق الجونه، شهد شجاعه كبيره جدا من جهاز الجونه ومن رضا شحاته، وفرقه بتلعب من غير خوف وبتلعب باسلوب وبريتم وبتيمبو يخلينا نتساءل ازاي الجونه موجود في المكان ده في الدوري، وليه الجونه ما بيلعبش كل الماتشات دي بنفس الحماس وبنفس الهنجر والجوع اللي كانوا بيلعبوا بيه امبارح. لكن لازم نشيد بيهم ان هم لعبوا او الجونه لعبوا مباراه كبيره، لكن الزمالك بيستطيع التغلب على الجونه في الدقائق الاخيره في ماتش كان ممكن برضو يروح اي حته، كان ممكن يخلص بالتعادل، كان ممكن الجونه يكسبه، كان ممكن زي ما حصل ان الزمالك يكسبه. لكن خليني اقول لكم الحقيقه ان الجونه استطاع في وقت قصير جدا انه يكسب كراهيه جمهور الزمالك، ودي الحقيقه. وعفيفي معايا النهارده من جمهور الزمالك، مش عارف ياكد على الكلام بتاعي ده ولا يقول كلام تاني، لكن النهارده لو سالت اي واحد من جمهور الزمالك هل تتمنى هبوط الجونه الى الدرجه الثانيه هيقول لك أتمنى ونص. إيه اللي حصل؟ مش عارف، هل ردود فعل في وقت من الأوقات، هل إن في عدد لعيبة كتير من الأهلي موجودين في الجونة، مش عارف إيه اللي حصل، لكن دي حقيقة. أنا ممكن أقول لك اللي حصل أوه. أنا ممكن أقول لك اللي حصل مبدئيا
وسبحان الله يعني اهم كادر اهلاوي في الجونه حسام غالي هو مش سبب اي مشكله. يعني لو شفت اي واحد بيشجع الزمالك عنده مشكله مع الجونه ما اعتقدش ان في احد اسبابها. لا حسام عمره بصراحه حسام غالي حسام غالي هو بيتعامل نزل عليه العقل والهدوء. لا 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 على ربنا كمل على خير. لا برافو عليه. لا برافو عليه كل على فكره في كل انا اسف في كل المواقف حسام غالي بيثبت ان هو قد المسؤوليه. بس في نقطه ميدو مهمه جدا بصراحه. انا ممكن اتحملك ان انت انسان عاقل متزن لكن في لحظه فلتت منك. لكن انا بتكلم عن الناس في لحظات هدوءهم وعقلهم متعمدين تفلت منهم. انا اسف جدا يعني بيلموا لايكات بالمصطلح الشعبي يعني الناس بتلم الناس نزلت يعني انا اسف في مش هقول اسماء في احد اللاعبين ما لعبش منتخب مصر ولا مره جمهور مره حبه مره واحده فراح الاهلي 150 مليون فالناس كلها بتحاول تعيد نفس التجربه تعيد انتاج التجربه. انت قصدك على لعيبه الجونه يعني؟ طبعا بس هما خلي بالك اسمعني بس هقول لك على حاجه. لا مش لعيبه بس لا مش لعيبه بس لا لو اتكلمت على لعيبه في لعيبه اصلا اعاره من الاهلي مش لعيبه لا ما هو الاعاره في الاهلي ده ممكن تمشي او ممكن ترجع بزخم جماهيري او ممكن ما ترجعش خالص او ممكن تكمل في الجونه او ممكن تروح نادي تاني بس عقده يعني ومش بس بيلونجز تو الاهلي العقد بيمتلكه الاهلي. ما ايه قيمه ان انا موجود في الاهلي وطلعني اعاره؟ انا عايز ارجع الاهلي العب نجم عايز ارجع الاهلي بزخم جماهيري. ايه اللي بيخلق الزخم الجماهيري؟ حاجتين اما الملعب او شويه الهمبكه سوري في اللفظ يعني تمام مش عارفين نعمل حاجه في الملعب فنعمل شويه طب في لعيبه بتفرض نفسها بس هم امبارح عملوا حاجه في الملعب يعني لا انا بتكلم يعني عن لعيبه مش بتكلم عن الجونه كنادي لا مش بتكلم عن الجونه بتكلم عن الافراد هم اللي احنا بنتكلم عن الكراهيه مش بنتكلم في الكوره دلوقتي انت بتتكلم عن الحساسيه الخاصه بين جمهور الزمالك وفرقه الجونه صح كده انا بفصل انا امبارح هقول لك اللي حصل مش بقول لك ان هي فرقه وحشه لان في فرقه بالمناسبه رضا شحاته في كل مره او في كل الماتشات اللي قدرها انت حسيت ان في كوتش في الملعب وحسيت ان في كوره بتتلعب في هدوء والفرقه حلوه والفرقه فرقه كوره حلوه وبالمناسبه اي لاعب في الاهلي معار للجونه ده مش معناه ان جمهور الزمالك هيبقى عنده مشكله. الفكره مش انك تبقى لعيب في الاهلي لان كابتن الاهلي حسام غالي مش متسبب في اي مشكله على الاطلاق. لكن طب انت مثلا شايف انا معلش عارف اتفضل هل انت شايف مثلا ان امبارح وجود ردود افعال رغم ان مثلا الجونه اتغلب من الاهلي في وقت صعب وخطا تحكيمي هل امبارح مفيش خطا تحكيمي بالمناسبه ماشي هل امبارح الجونه هو اللي جاب جون في اوف سايد. طيب هل انت شايف ان ردود افعال بعض من مسؤولي الجونه مثلا بعد مباراه الاهلي ان هو مختلف تماما عن مباراه الزمالك هل ده انت شايف ان ده ممكن بيخلق حاله لدى جمهور الزمالك ان يعني انتوا بتعملوا كده ليه او انتوا مش طبيعي ان انتوا بتعملوا كده؟ لا هو انت ده دي نقطه فعلا مهمه لما بتحس ان انت بتتعامل في مباراتين بشكل مختلف. هقول لك على مستوى الشخص انا ما تفرقش معايا قوي بس في لحظات انت النهارده بتنافس على الهبوط وعندك مشاكل لكن في لحظات انت لا بتنافس على الهبوط ولا عندك مشكله ولا انت متوتر ولا انت خسران الجيم بل انك كسبان وبتطلع تتعمد تستفز من اجل اكتساب او اجتذاب نوع معين من الجمهور انت عارف ان النوع ده هو صاحب الصوت الاعلى وبما انه صاحب الصوت الاعلى فهو اللي ممكن يكون مؤثر في قرارات ادارات انديه وخلينا نعترف امام الامر ده دلوقتي في جمهور معين صوته عالي شويه فبيؤثر في قرارات انديه فالجمهور ده بيجي بايه بيجي بتصرفات معينه طب ما انا هديله تصرفات عشان اكتذبه فيصيطني فلما اتصيط ابقى مطلوب ولما ابقى مطلوب الاداره تحس ان هي ارضت الجمهور بانها جابتني زي ما حصلت مع لاعب تاني او حصلت مع لاعبين اخرين ده بمنتهى البساطه انت بتعمل كده على حساب مين بقى على حساب جمهور الزمالك عارف انت لو بتعمله حاجه تخصك فهي تخصك يعني افرض انا مثلا لعيب كوره مش قادر ادي في الملعب بس انا عايش حياتي بقى على انستجرام وصور بموت في الشعار وبوز الشعار وبنام مع الشعار وبحضن الشعار وبنام احلم بالشعار تمام خلاص هذا شانك بتتكلم بجد او انت هجاص وانت غالبا هجاص شانك في النهايه شانك لكن انت عشان توصل صوره تخاطب بيها جمهور معين بيخاطب بالشكل ده تروح متخانق مع حسني مش عايز حسني ما عنده مشكله معايا لازم عنده مشكله معايا ماشي طب انا ممكن ما انا معاك بس انا النهارده ممكن احكي لك قصه بمنظور مختلف اتفضل طيب النهارده نادر شوقي جزء مهم جدا من نجاحه داخل الجونه هو اعتماده على فريق الاهلي تمام انا النهارده اي كان جارانتيو كمسؤول الجونه انا اقدر اضمن لكم 4-5 لعيبه من الاهلي بسبب علاقتي الطيبه بمجلس اداره الاهلي وبالنادي والاهلي بيستفيد انه عايز يطلع لعيبه ياخدوا دقايق اكتر مش هياخدوها في الاهلي طبعا هو الجونه هو السيستر كلوب بتاع الاهلي تمام هو النادي اللي هو بيقدر ان هو يعني وده موجود في حتت كتيره جدا في العالم طيب فممكن النهارده الرد ان انا راجل النهارده لو انا مكان نادر شوقي ان انا ببني على العلاقه الجيده اللي ما بيني وبين الاهلي وبحاول اكسب مكتسبات مع مسؤولي الاهلي ومع جماهير الاهلي علشان اضمن ان كل سنه يطلع لي الحته بتاعتي اللي بتنجحني حد منعك يعني انت انا بقول لك لو انت مكانه
لا لا لا، ده تسلوك صحيح من الاهلي ومن الجونه. انا كاهلي عندي لعيبه مش قادر اديهم دقائق كتير، فهوفر لهم الدقائق في نفس المسابقه. انا بحاول انقل لك. وانا كنادر شوقي لما يجي لي لعيب من الاهلي ممكن يكون شارك بشكل منتظم في فتره من الفترات، عنده احتكاكات، عنده خبره، اقدر اضمه، اقدر استفيد منه. وين وين سيتويشن. بس هل يا احمد هل لكن عشان انا اعمل دي، عشان بس اكمل نقطه، عشان انا اعمل دي ايه علاقه الطرف الثالث؟ يعني انت راح تتخانق مع الطرف الثالث او راح تستفز الطرف الثالث ليه؟ يعني انت سيادتك عايز تقول ان انا بموت في الاهلي، بحب هذا شانك. هو في حد فيكم يا جماعه بيحب الاهلي قد حسام غالي؟ ما انا بقول لك حسام غالي اللي هو حسام غالي مش سبب في اي مشكله. بس انت اضمن علاقتك بالاهلي، امن علاقتك بمجلس اداره الاهلي، امن علاقتك بجمهور الاهلي بالشكل اللي انت تشوفه. ما حدش شريكك. انت اقحمت طرف تاني خارجي ملوش اي علاقه بالموضوع. اقحمته ازاي حسني؟ قول لي اقحمته ازاي. انا كان السؤال هل هو شخص واحد ولا هم اللعيبه اللي راحوا من الاهلي اعاره وفي حساسيه شويه ان هم كاهلاويه برضو في الاول وفي الاخر على موقع. لا هو بص، هو انا اقول لك بصراحه، هو انا في فقره، يعني انا بحب اللي انت في فقره تحبوني يا جماعه. بص اقول لك علشان ما تجمعش على اللعيبه، لان في لعيبه برضو لعيبه محترمه، لا ما تعملش مشاكل لعيبه. لا ما فيش. هو انا عايز اقول لك حاجه، اقول لك القصه ايه. انا في جزء انا كنت بقوله لعفيفي، لكن الموضوع المهم اللي انا عايز اقوله لك ان الموضوع دخل في حته خطر. يعني انا النهارده اتكلمت مع بعض من مسؤولي الجونه امبارح، كانت يعني الدنيا في الاستاد وفي المقصوره كان ممكن، لو يعني انا بقول لك لو في جمهور الموضوع كان ممكن يتحول ان الناس تحصل لها مشاكل. أيوة. انا عارف انا بقول لك ايه، يعني لان في اللي انا بقوله لك ده الحقيقه. انا اسهل حاجه بالنسبه لي دلوقتي ان انا احط دماغي في الرمل واعمل نفسي مش واخد بالي، بس انا بقول لك ان الكلام ده لو استمر، لو العلاقه المتوتره جدا استمرت ما بين الزمالك والجونه، في يوم هتحصل مصيبه. هتحصل مصيبه في ملعب. فانا النهارده في حاجات لازم من بدري انها تتلحق. تمام. فالنهارده انا بقول لكم بكل صراحه، في حاجات وده رايي، يعني في حاجه طبيعي ان الجونه يحاول يستفيد من الاهلي، ده طبيعي، لان النهارده العلاقه الطيبه اللي موجوده ما بين حسام وما بين نادر وما بين مسؤولي الاهلي ده طبيعي. لازم ان انا النهارده زي الزمالك ممكن يبقى وذكاء على فكره. ذكاء ما حدش ضد الكلام ده على فكره بالمناسبه. يعني ما حدش ضده خالص، لازم الناس تفيد، لكن لازم من الناحيتين. احنا بنتكلم النهارده في رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور، وبنتكلم في ان الرئيس الفعلي لنادي الجونه هو سميح ساويرس. تمام. يعني في سي او في علاقات هنا. لا فالنهارده لازم يحصل تقارب والناس الكبار تبقى قاعده، علشان النهارده وده برضو انا بص مش هتكلم عن تصرفات من البعض على السوشيال ميديا وتصرفات لعيبه صغيره مع ده، بس مش هتكلم على حاجه. بس ايوه بس ده يعني ايه الكبار بقى ليه الكبار دور. يعني انا بقول في الكبار النهارده، انت بتتكلم في المستشار مرتضى منصور وبتتكلم من المهندس سميح ساويرس، الاثنين شخصيات بارزه بشكل كبير جدا، والاثنين الناس يعني يقدروا يوصلوا لبعض، والاثنين يقدروا يقعدوا مع بعض، والاثنين يقدروا ان يحصل على الاقل تليفون. لان بالنسبه لناس كتيره ايه يا عم ميدو اللي انت بتتكلم فيه ده، انا بقول لك هيحصل مصيبه لو القصه دي ما اتلحقتش، لان النهارده بقى في شراره. انا بقول لك ماتش الزمالك والجونه السنه اللي فاتت في الجونه كانت تحصل مصيبه، هو ده اصلا الماتش اللي كبرت فيه الاحداث وكانت تحصل مصيبه. ففي النهارده لازم يحصل الناس تقرب خطوات لبعض، علشان لا نتعامل بتعالي، ولا لا انا اقول ان انا مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك اللي انت مين عشان تقعد معايا، ولا انا اقول ان انا سميح ساويرس الراجل الملياردير انت مين عشان تقعد معايا. لا انت في الاخر لو حتى تحت اشراف عمرو الجنايني او تحت اشراف الناس اللي موجوده الكبار اللي موجوده في الدوله، الكلام ده انا بقول لك يا عفيفي لو ما حصلش هيجي في وقت من الاوقات ماتش زمالك وجونه وفي بقى جمهور. أنا اختلف معاك في النقطة. أنا مش شايف أن اتحاد الكورة أو وزارة الشباب أو أي مسؤول المفروض يتدخل في النقطة دي. الموضوع بسيط جدا، في خط فاصل، دي حدودك دي حدودي، السلام عليكم، عليكم السلام. لكن فكرة تانية. استدعاء، ما أنا بس عايز أكمل نقطة. فكرة استدعاء شخص للمشهد، طب افرض الشخص ده مش موجود أو مش متاح أو كان موجود في حل المشكلة دي وظهرت مشكلة تانية، ارسم خط فاصل. سيادتك أنت دلوقتي صديق للأهلي، دي حاجة ما تزعلش حد، تستفيد من الأهلي والأهلي بيستفيد منك، دي حاجة ما تزعلش حد. أنتوا يا جماعة كلكم بتشجعوا الأهلي أصلا، حاجه ما تزعلش حد خالص. ومحدش ليه حاجه عندك بالمناسبه. تمام. ما تقحمش شخص تاني عشان تعمل معركه على السوشيال ميديا هزليه، اعتقادا منك ان الزخم ده هيؤدي بيا الى شيء. ما المشكله ان في تاريخ احمد يعني ياسر ريان مش هيعرف يكرر اللي عمله حسين الشحات، عشان الجمهور واضح وصريح اهو. عشان احمد ياسر ريان بيحاول يتقرب من جمهور الاهلي عن طريق مش احمد ياسر ريان لن ينجح في تكرار تجربه حسين الشحات الا لو في الملعب اجبر الاهلي انه يقول هات الراجل ده هنستفيد منه.
لكن تجربه حسين الشحات في ماتش الترجي يعني في كاس العالم للانديه كده اللي جمهور الاهلي كان في منتهى السعاده بعدها، وتم استدعاء حسين الشحات باي رقم نظرا للزخم الجماهيري اللي حصل. انا بقول لك كلام بقى واضح وصريح بالاسماء اهو، وانا بحترم كل الناس واحترم حسين الشحات بالمناسبه نفسه يعني، اتمنى له التوفيق، لكن ده اللي حصل. في محاولات بقى لاعاده انتاج التجربه، اعاده انتاج التجربه اللي هو فلان عمل كذا انتهى بيه الى كذا، طب ما نعمل الكذا عشان ننتهي بنفس النهايه. السيدي النقطه المطالبه البسيطه العقوبات اللي اداره نادي الجونه اكيد مش هتسكت برضه على الموقف، واكيد ده احنا برضه مش عايزين نجمع نقول ان اللعيبه اللي من الاهلي كلها، لا اكيد ممكن لعيب، لا مش اللعيبه، احمد حمدي انا ما شفتش منه، لا في لعيبه كتير، حسام غالي كابتن الاهلي انا ما شفتش منه حاجه، مش عايزين برضه ناخد الموضوع نكبره، لا في موقف حصل امبارح وانت كراجل اعلامي بتحذر منه، اللي احنا مش عايزين نوصل لمرحله ساعتها نندم. احنا دلوقتي زي ما انت بتقول في ناس كبار، سواء رئيس نادي الجونه الفعلي وسياده المستشار، ناس كبار وناس عقله، اكيد الحته دي هم واصلين، بس انا بتكلم، انا بتكلم ككوره النهارده في خمسه او وات ايفر كام لعيب عاره من النادي الاهلي، فمش معنى كده ان الناس دي كلها وحشه، لا الناس دي محترمه. ممكن شخص مدرب ممكن الفريق اللاعب في الاهلي معين صحته في غايه في الاتزان، مدرب الاهلي مدرب الفريق مش انا بعتقد في انا بعتقد ان هيبقى انا بصراحه معجب بحد غايه في الاتزان ده غير اداؤه الفني. لا انا معجب برضا شحاته ومعجب بحسام غالي بصراحه، الهدوء الهدوء ناس دايما يعني في الفتره الاخيره. بالمناسبه ميدو انت كنت مدير فني، تطور بشكل كبير فني، حسام على فكره السنه اللي فاتت بتوقف على الخط جنب، انت مدير فني بتوقف على الخط جنب الجمهور، انت اقرب واحد تتشتم كمدير فني، في حد جه هنا هيترضى شحاته؟ لا هم عندهم احساس ان هو الرغم ما عملش حاجه، الرغم ما عملش حاجه. حسام غالي كان قاعد على الدكه بينه وبين المدرجات كام متر، حد جه هنا لا جمهور الزمالك بيحب حسام غالي، عمل مشكله وحال حسام غالي تسبب في مشكله؟ لا خلاص، انا بس عايز اوضح النقطه عشان في ناس تقول لك اهلي، لا مش اهلي وزمالك، الموضوع مش اهلي وزمالك، الموضوع في فرد بيعمل تصرف، التصرف بيؤدي الى شيء. ايوه بس انا عايز اقول فرد علشان برضو الناس ما انا قلت بالاسماء اهو، انا قلت ان اكبر اسم حسام غالي ورضا شحاته اللي هم المدير الفني ومدير الكوره، ما هم سبب مشكله. انا بتخيل نفسي ان انا مسؤول في نادي الجونه، وبتخيل نفسي ان انا مدير فني او مدير كوره او اي حاجه، هيبقى فيه بالذات لعيبه الاهلي تعالوا اقعدوا معايا تمام، انتوا بالذات عايزكم تموتوا نفسكم في الملعب، بس ما فيش اي رد فعل، لا والماتش شغال ولا قبل الماتش ولا بعد الماتش، انتوا بالذات لان انتوا مسؤوليه عليا ومسؤوليه علينا، تفهمني ولا لا؟ ده لازم يحصل، وانا متاكد ان حسام في الفتره اللي جايه هيبتدي ان هو يشتغل على الحته دي، او نادر او الناس المسؤوله، ان لازم النهارده لعبت النهارده انتوا بالذات يا جماعه عليكم العين، لازم انتوا ما يبقاش في منكم اي رد فعل تحت اي ضغط، رغم ان ده صعب لان دايما كوره وبتاع. وخلي بالك برضو انا عايز اقول لك حاجه، يعني احنا ما عندناش حد في نادي الزمالك يعني مثلا ايه كان بيصحوا الصبح يفطروا بونبوني ولا بتاع، لا احنا عندنا ناس لعيبه وعمال واداريين وبتاع، بيصحوا الصبح يقفوا على عربيه الفول يفطروا، ناس مخربشه وناس شيء يعني مفيش حد طالع لا كده يعني النهارده فكره ان انت النهارده في نادي الزمالك النهارده الناس تحس ان انت بتعمل حاجه او في حاجه، والنهارده الناس هتسكت مش هتسكت، فالنهارده تفهمني ولا لا يا عفيف؟ طبعا يعني احنا انا بس عايز اضيف نقطه اخفى من الحق، يعني عايز اضيف نقطه اخفى من الحق، الجونه كفريق كوره بغض النظر عن مباراة الزمالك لعب جيم قدام الاهلي هايل جونا فريق كويس اخر ثانيه، فهو بيلعب فير بلاي بالمناسبه، هو بيلعب فير بلاي، بيلعب كوره جميله، مدربه مدرب محترم جدا، كل ما هو نادي او فرقه كوره ما عنديش مشكله معاه، بل اني سعيد بيه. انا بتكلم عن حالات فرديه ادت للي انت بدات بيه كلامك بان جمهور الزمالك و و و و و لكن كفرقه كوره، فرقه كوره محترمه اتمنى لها التوفيق، لعيبه في لعيبه كتير جدا جدا محترمه، مدرب محترم، مدير كوره محترم، مفيش اي مشاكل اكتر من كده، ولعب لا جيم. والاداره محترمه جدا طبعا يعني والاداره دي انا بتكلم عن النادي، كل الاداره وناس اعرفهم ناس اداره، انا بتكلم عن النادي وفرق ماتش ومباراه يعني نادي مشرف في الدوري المصري ومباراه الاهلي لعبوا مباراه كبيره جدا جدا، خسروا في النهايه باخر ثواني بهدف كان فيه كامل خطا. طب حسني الزمالك بيتعاقد مع باتشيكو وبيجيب مع باتشيكو بيدرو، الراجل اللي هو كان محلل الاداء والراجل كان شغال مع فيريرا، ودي نقطه مهمه جدا، الراجل اشتغل وراجل اشتغل معاه في كل حته وكان العقل المفكر لفيريرا، وقدر ان هو يحتفظ بمدحت عبد الهادي في الجهاز ومؤقتا بعمرو عبد السلام، وهقول لك ليه بعد كده، وبقيه الجهاز اللي جه اشتغل معاه. باتشيكو انت وانت لعيب في الاسماعيلي يمكن لعبت ضده وهو كان ماسك الزمالك، وراجل مدرب بيهتم بالتفاصيل الصغيره وبيهتم بالوقفه الدفاعيه وبالشيب وكل الكلام ده كله، عنده شخصيه. هل انت شايف ان باتشيكو كان هو المدرب الامثل والمدير الفني الامثل لنادي الزمالك في المرحله دي؟
هو يعني طالما الاداره اختارته هم الادرى، يعني انا برضو ما اقدرش اكون احكم على حد انا ما اتعاملتش معاه برضو. دي نقطه مهمه جدا. لا بس شفت فلسفه لعبه، هو مدرب عنده طريقه معينه، النظام هو بيحب النظام جدا، عنده الشغل اللي بيعمله التكتيك محترم جدا زي ما انت قلت. برضو النهارده بيدرو اللي هو كان مع فيرا النهارده مساعد ليه، دي برضو هيكملوا بعض. وجود كابتن مدحت عبد الهادي في التشكيل دي برضو نقطه مهمه جدا. الدور اللي جاي مرحله صعبه مش مرحله سهله، خد بالك المرحله اللي جاي بتشكو فيها مطلوب منه تحقيق بطوله افريقيا، خد بالك. فالنهارده وجوده في الوقت ده كان مهم جدا في اسرع وقت. مش وقت اللي احنا هنقارن هنقول فييرا ولا هنقول مين ولا مين ولا مين، خلاص الراجل دلوقتي مسك، يبقى هو ده الاصلح لنادي الزمالك، الاصلح للكره المصريه لنادي الزمالك يقوم يرجع تاني. مشان مدرب عمره ما هيعطل نادي الزمالك، نادي الزمالك جمهور عنده جماهيريه كبيره جدا بادارته المحترمه اللي موجوده، بلعيبه اللي انا بقول اللعيبه دي كانت يعني رجعت نادي الزمالك تاني، لان نادي الزمالك جات له فتره كان في لعيبه كتير جدا فيه ما تستاهلش اللي تبقى افريقيا حتى على الاقل. فرجوع نادي الزمالك تاني بمدرب عارف ايه اللي بيحصل جوه نادي الزمالك، ده هيفرق مع نادي الزمالك كبير جدا 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 جدا. اللي في نادي الزمالك دلوقتي غير تشيكو كان فيه الاستقرار الاداري والاعتماد على امير مرتضى منصور. انا عايز اقول لك حاجه بس من الصور دي، العربيه دي لونها ايه؟ طيب لونها ايه؟ هي باينه اسود. هي لونها اسود صح؟ انت عارف ان ممنوع ان حد من اولاد مرتضى منصور يشتري عربيه مش سودا؟ نعم. يعني العربيه دي ايه؟ هو لازم كده. يعني مره احمد اشترى عربيه لونها تاني، لونها ابيض، كان عنده عربيه بيضاء، عربيه تانيه رجع تاني رجعها. اشمعنى بقى؟ هو كده ايه الهدف؟ هو كده. لا اصل انا كده هتخليني افكر، اصل امير على طول لابس تيشيرتات سودا برضه، فده موضوع خفيف. انا بقول لك على موضوع العربيات، لكن انا مهم جدا يا حسين، معلش اسف ان انا قطعت كلامك. لازم المشهد اللي احنا شايفينه ده استقبال، لا انا لازم كمان اشيد، وانتوا عارفين ان انا بحب ما بعرفش ان انا يعني ايه اجامل حد. الحقيقه عفيفي امير مرتضى عامل دور في نادي الزمالك بسبع ارواح. بيستقبل المدربين، اول حاجه بيتفاوض مع المدربين، بيتفاوض مع الجهاز، بيسكن المدربين ويروح يستقبلهم ويسوق، يعني بيعمل حاجات. انا نفسي بقول له اللي انت بتعمله ده انت هتعيا. انت امير مرتضى بيعمل حاجات جوه نادي الزمالك وبيعملها كلها بحب، وده يمكن يعني حاجه هو بيعملها بحب لنادي الزمالك وبحب لابوه، هو عايز ينجح ابوه وعايز ينجح نادي الزمالك. انا عايز اقول لك على حاجه يمكن بجد والله انا ما قلتهاش قبل كده، بس يعني هو امير اكتر من ثلاث مرات على مدار السنتين اللي فاتوا دول، انا اسف بقى امير معلش، بس هو كلمني بشكل شخصي وقال لي انا تعبت مش قادر، انا عايزين نعدي كذا كذا، دي اللي هو مثلا ايه كاس مصر وبيخلص، او مش عارف افريقيا وبتخلص، او مش عارف ايه، وشكرا ان الموضوع بقى صعب. لا لا هو بس هو امير بيحب كده، اسمع كده. لا هو امير، لا هو حقيقة امير بيقول لك كده، بس انا بقول لك ان امير بيحب المكان، هو عايز هو يكمل، عايز طبعا. لا وهو هارد وركر جدا، بالذات لو اتكلمنا عن نقطه ما بعد كارترون وما قبل باتشيكو، لان في مرحله في النص كانت صعبه جدا، كانت صعبه جدا. انت بتتكلم اولا كان للتوجه العام في الزمالك هو استقدام اقرب المدربين للفرقه. مين اقرب المدربين للفرقه؟ جروس. وجروس ثم حصلت مشكله طبيه منعت وحصل مشكله طبيه. صدقني مش بدايه الكلام، صدقني يا عفيفي، صدقني وانا عايش القصه دي، انا عشتها. يعني من اول يوم كارترون مشي فيه، تاني يوم باتشيكو هو المرشح الابرز وهو اللي بيتكلموا معاه، يعني تاني يوم اتفتح خط مع باتشيكو وفيريرا وجروس. يعني بس اللي كان دايما، بص ما هو دايما دي سياسه مرتضى منصور، مرتضى منصور دايما يقول لك ان في واحد من الاربعه هيجي، فلان وفلان وفلان، ويسيبك بقى انت تعيش. لا ولا وفي اسم ما بيقولوش دايما، يعني مثلا هم اربعه يقول لك ثلاثه. لا هو في واحد دايما، واحد مصري هتلاقي واحد مصري كده موجود في النص، اللي هو ايه ده، اللي هو ايه ممكن اللي هو كاموفلاش. عشان كده انا عمري ما لعبت الجيم ده، يعني انا الجيم اللي هو بتاع ان هو ان ميدو يبقى، عمري بحياتي ما اخترت ان انا العبه، انما ولا حاولت ان انا ازقه، عمري خلاص يا اما انا جاي يا اما انا مش جاي. لكن انا بقول لك ان باتشيكو كان هو المرشح الابرز، وكان الاداره عايزاه. اداره نادي الزمالك كان عندها اقتناع تام، والحمد لله يعني انا بحمد ربنا ان انا كان ليا دور في النصيحه، ان لازم المدرب اللي يجي حسني يبقى نفس مدرسه كارترون. مدرب منظم دفاعيا، المدرب في الماتشات الكبيره بيهتم بالتفاصيل الصغيره. وانا اقول لكم بصراحه كان رايي باتشيكو يا كوبر،
يعني نفس رايي. انا كرايي جروس كوبر باتشيكو كوبر زعل منك صدقني. لا كوبر بقول لك ايه في الماتشات الكبيره انت كسبت الماتشات الكبيره على فكره. انت خطيت مرحله كوبر ورحت بعده الاجيري بنفس القماشه. ايه اللي حصل؟ لا خد بالك من حاجه، خد بالك من حاجه احسن والله. لا خد بالك، لا ثانيه واحده، انا بتكلم عن نوعيات. عندي مشكله عفيفه، انا بحب الكره الهجوميه بغض النظر بقى التكتيك وهلعب وهتكلم في التوقيت. نص ملعب، نص ملعب مصر، نص ملعب التوقيت. نص ملعب مصر في نوعيه حسني واحمد حسن، انا متاكد. انا بس متعمد اقول الكلمتين دول، حسني احمد حسن في لعيب بيقدر يقف على الكوره تحت ضغط، يمتص الضغط ويطلع كلين باس، كوره نظيفه. في حد بالمواصفات مش موجود. انا شايف ان طارق اتطور في الحته دي، اتطور يعني اتطور يعني. بس طارق نقاط قوته الاساسيه في اتجاهات ثانيه، في اتجاهات ثانيه مش في الاتجاه ده. فانت عشان تلعب كوره في رجلك، تلعب كوره بالكوره، في ناس بتلعب كوره بالكوره، في ناس بتلعب كوره من غير الكوره. كوبر كان بيلعب كوره من غير الكوره. انت ممكن تتطور، ايوه في انت كواليتي، ممكن اللعيبه يعني زي ما بنقول طارق اتطور، عمرو السولية اتطور برضو في الهجوم، اتطور ولغايه نقطه. لا احنا خلي بالك، لغايه نقطه خلي بالك الوقت في خلي بالك، احنا بنتكلم وقت قصير جدا. أيوه. اسبوعين، لا مش في المنتخب كمان، في الزمالك دلوقتي او الاهلي، وهنتكلم عن قصه الاهلي. انت دلوقتي بتتكلم ان انت داخل في اسبوعين ثلاثه لازم تلعب تكسب بطوله. انا عايز اسالك سؤال يا عفيفي. النهارده واضح او امبارح واضح بشكل كبير جدا ان في لعيبه معينه عندها ارهاق كبير جدا زي محمود علاء. انت النهارده كمدرب وداخل تمسك الزمالك، صح؟ عندك ان انت لازم تفوز بالمركز الثاني علشان تقدر تكون في بطوله افريقيا، او تضمن ان انت تشارك في بطوله افريقيا ابطال الدوري في الموسم الجديد. وعندك بطوله افريقيا ابطال الدوري داخل على معترك افريقي كبير جدا. لو انت النهارده مدير فني للزمالك، هل تريح بعض اللعيبه علشان تقدر ان انت تكسب، ولا هتعتمد عليهم في كل المباريات؟ انت داخل على دايلما. سببها ايه الدايلما؟ انت بتتكلم عن قوام اساسي. القوام الاساسي ده انت عشان تقدر تلعب بيه، انت ممكن تكون سمعت عنه كتير جدا واتفرجت على ماتشات، بس انت ما جربتش تلعب بيهم. تمام. القوام الاساسي ده انت عشان تجمعه في مباراه النهارده، الموضوع بقى صعب. طارق حامد لو حد خد باله، اخر مره طارق حامد ريح فيها امتى؟ من فتره بيراميدز لما خد انذار. غير كده طارق بيلعب 90 دقيقه، وفي ظل علاء مش قادر كمان، وفي ظل مشكله فنيه هشرحها دلوقتي، طارق بيبذل مجهود مش المفروض انه يبذله اصلا، مش المفروض انه يبذله. فادي طارق. محمود علاء مجهد جدا، الونش نفس الكلام، من ساعه عبد الشافي عبد الله جمعه هو اللي شايل هنا لوحده، حازم اصلا راجع من اصابه، فرجاني اصلا راجع من اصابه، اوباما محتاج يرتاح اصلا، اوباما محتاج يرتاح اصلا. فانت بتتكلم هنا عن بن شرقي راجع من اصابه، زيزو راجع من اصابه. انا كراجل باتشيكو عايز العب، هم دول ال11 المعروف ان دول ال11 الاساسيين بتوع الزمالك. طب انا سمعت عنهم، تمام، كلام كويس جدا، انا عايز العب بيهم. مش هتعرف تلعب بيهم، او هتضطر تلعب بيهم فوق اجهادهم، وتنقرض تتكلم على بعد ايام من سيمي فاينال افريقيا. ليه بس النقطه المهمه دي؟ ليه طارق بيبذل مجهود اكتر من اللازم؟ بسبب مشكله في نص ملعب الزمالك ودفاعه، وبسبب احيانا طارق نفسه. انت بتلعب في الزمالك باثنين في نص ملعب، النقطه دي بقى مهمه جدا، عايز اخد فيها راي حسني عشان دي ايه؟ النقطه دي فاصله ومتكرره في كل ماتشات الزمالك. نص ملعب لو نزل او طلع الدفاع مكانه. تمام. بمعنى لو بنلعب مثلا بطارق وامام عاشور، والكره ناحيه الشمال فامام عاشور مايل، فالكره مثلا بترجع هنا وفي زياده عدديه من لعيبه الخصم، ام طارق طالع في اللحظه دي، مش المفروض الدفاع يبقى عامل كده؟ لا، الدفاع بيبقى عامل كده. دي مشكله بقى. تماما، مشكلة دفاعية. والمساحه دي فاضيه، بيقوم طارق هو اللي رادد عشان يبقى. كل ده عشان يرجع يدافع، والدفاع بيفضل واقف. امبارح في لقطه بالظبط، امبارح في لحظه كمان، في لقطه في الجيم كانت غريبه جدا، واللي بينها انك مش في الملعب، اللي بينها انك بتتفرج في التلفزيون. الكرة خرجت من دفاع الزمالك طويلة الناحية دي، فالكادر ساب نص ملعب الزمالك، الكادر بقى بص هنا. فأنت قاعد هنا بتتفرج على الجيم. فجأة الكرة المدافع بتاع الجون قام رددها تاني، لما ردها تاني أنت عمياني كده وأنت قاعد من الفرجة، زمانها أوف سايد. يعني الكرة اتلعبت طويلة، لقيت الناس واقفة مكانها عادي جدا جدا. ده من إجهاد. وطارق خلي بالك، الخروج ورا الكرة السريع، حسني يقول لك هو أكتر حاجة بتبين لك إن الفرقة فريش. اللعيبه اللي ورا دي قادره تزق. ميدو وتنظيم بس ده مدرب واجهاد وتنظيم. في لعيبه تبقى مع مدرب. اقول لك حاجه بس يا حسن، ثانيه واحده، انا مش قادر اطلع، صح؟ مش قادر. يبقى اثنين بتوعي دول ما يطلعوش بمنتهى البساطه. يعني احنا دلوقتي اللي انا فاهمه، الاربعه دول لازم يكون في بينهم حبل وهمي رابطهم ببعض، يا بيطلعوا يا بيقفوا. انا دلوقتي الكره بتتلعب هنا، مفيش ضغط عليا، مفيش خطوره. انا قررت ان اضغط عالي جدا جدا واطلع ورا الكره. ليه انا قررت اعمل كده؟ ما دام انا عارف ان دول مش طالعين يبقى انا ما اضغطش.
يبقى انا استنى الوينج بتاعي اللي كان طالع يرجع يساعدني. ده بيجي من الناس تنظيم، عشان كده بقول تنظيم مش اجهاد بس. بيجي ماشي، بس ده بيجي من الناس اللي ورا. الناس اللي ورا هي انا النهارده لو انا مش قادر لا استنوا معايا شويه. انت بتتكلم في مثلا انت عندك مشكله حسني كبيره جدا ان في عدد كبيره جدا زي ما عارف كان بيتكلم لعيبه الزمالك خلاص انهكوا. أيوه. مش قادرين ان هم يلعبوا وضغط لا يعني وضغط ماتشات وريتم عالي جدا والناس كلها جايه بتلعبك عايز تكسبك طبعا. تيجي نشوف سوق. احنا كان معانا صور بس اللقطه دي عشان تبقى اوضح، بس اوضح في الكلام. تيجوا في نادي الزمالك اهو، لان دي بتخلق المساحه اللي بين نص الملعب والدفاع، دي اخطر مساحه في الملعب. دي مشكله على في اللعيبه المصريه كلها، خد بالك. مشكله في اللعيبه لو جينا بصينا على الاهلي، انت فاكر كذا ماتش احنا حلناه اللعيبه مش قادر. معظم اللعيبه من المساحه هنا هنا. لو اي فرقه ذكيه استغل الحته ديت اللعيب رقم 10 اما بصانع لعب لا او وينج يجي يضحك على الناس كلها داخل مستلم هنا يتحرك في ظهر نص الملعب عارف يستلم عشان برده اتكلمنا. بص هنا، بص هنا، انت بتتكلم عن اربعه، اثنين منهم زادوا طلعوا يضغطوا، والاربعه اللي ورا ما رجعوش. المساحه بمنتهى السهوله فيها واحد، وفيها واحد الناحيه الثانيه خالص خالص. ها بقى يقدر الجون يلعب. لو شفنا في صوره ثانيه انا مش هكتر، هم حالتين بس بسرعه نفس الفكره. بص بقى هنا يا ميدو بقى العوده، حتى لعيبه الزمالك وهم راجعين تبين لك ان هم كانوا لسه طالعين اصلا. يعني الطلعه دي هم لسه طالعين. بص كم واحد في ضهرهم، واحد اثنين ثلاثه اربعه. اربع لعيبه فوق نص الملعب وتحت الدفاع. هنا زي ما كنا بنتكلم دلوقتي، يا اما انا كمدافع نص ملعب طلع فبطلع وراه، يا اما انا مش هقدر اطلع لسبب او لاخر فبقول نص ملعب لو سمحت اقف. لكن بص نص الملعب طلع يضغط فين؟ طلع يضغط على الجنب كمان، مش حتى مش في العمق، طلع يضغط على الجنب. هنا لعيبه نص ملعب مايلين ناحيه اليمين، 1 2 3 4. ده مش موقف حصل في مباراه الجونه، ده موقف بيحصل في 90% من مباريات الزمالك في وجود كارتيرون بالمناسبه. طب انت حسني ايه رايك في اداره كابتن طارق يحيى في للمباريات في عدد المباريات القليل اللي هو اقدر بيهم نادي الزمالك؟ والله يعني الماتشين تحس ان هم شبه بعض، يعني سواء الماتش ده او الماتش اللي قبله. كابتن طارق برضو لا حول له ولا قوه، يعني انت جاي في وقت قليل عايز تعمل حاجه تثبت ان انت برضو وجودك مهم جدا ككابتن او مدرب نادي الزمالك، عايز تحقق حاجه بس ما فيش وقت يا ميدو، ما تقدرش تعمل حاجه وما تقدرش تعمل تغييرات. حاول يعمل ده في بعض من الاوقات في الماتش اللي قبل كده، الدنيا اتقلبت. خد بالك انت بتلعب في نادي جماهيري ونادي كبير، محدش هيستحملك تعمل ده. رجع تاني للعيبه الاساسيه واللعيبه اللي بتلعب بشكل منتظم على طول، فما قدرش، ما تقدرش تحكم عليه في ماتش او اثنين او ثلاثه. فانت كابتن طارق مطلوب منه كابن من ابناء نادي الزمالك اللي هو هيمسك في الوقت ده هيعمل نفس اللي اشتغله. فالماتش بتاع الجونه ماتش انا شايف اللعيبه مجهده، اللعيبه مجهده وغصب عنهم انت بتنافس على المركز ثاني، فانت ما تقدرش برضه تفرط في بونت لان انت وراك على طول نادي. لا وبعدين بتصعب الامور على نفسك، انت تخش في الجول فبقيت انت اللي بتجري ورا الماتش. يعني انت خلي بالك انت حتى لو انت مجهد طول ما 0-0 انت عارف ان انت عندك الكواليتي وعندك الذكاء ممكن والخبرات ان انت تقدر ان انت تقف ازاي وتحرك ازاي. الجول اللي بيخش الجول اللي بيخش فيك بيخلي ان الامور بس في نقطه انا عايز اقولها برضه بمناسبه الجهد. انا كل ما بسيب مسافات اكتر بين الخطوط انا ببذل مجهود اكبر في الجيم. يعني دي نقطه. يعني لو افترضنا دلوقتي ان انا قلب دفاع وقررت اني ما اطلعش عشان ما اتعبش، المساحه اللي انا سبتها دي هينتج عنها ازعاج هيتعبني اكتر، ويعالم هقدر اوقفه ولا بيقول انت مش قادر في الاساس ان انت تزق. ما هي دي مشكله زي الجناح بس زي النهارده مثلا انت بتتفرج على العب كومباكت يا ميدو. يبقى انا بقى عارف المسافه بيني وبين قدامي. انا لعيب نص، انا المدافع قدامي حسني، يا بكلمه يا اما حسني طلع انا في ظهره بمنتهى البساطه. انا تعبان حسني اقف شويه لان انا مش هقدر اطلع وراك، ولو طلعت الكره اتلعبت دبل باص في ظهرك. يعني انت برضو انا عايزك تجاوب على السؤال. انت النهارده لو انت مكان لا هي صعبه، هي صعبه. انا مش قادر اقول لك اجابه قاطعه. هل يلعب بيهم وهم مجهدين اكتر؟ طارق حمد انا مش عارف هو بيكمل ازاي 90 دقيقه لغايه دلوقتي، انا مش عارف. ربنا هي ما شاء الله. هي مساله طبعا ما شاء الله. بس انا لو قلت لك ان في حل والحل اهو ابقى راجل كداب. انت حسني انت عارف ان باتشيكو ممكن ان هو يلعب ماتشات الزمالك بتاعت افريقيا باربعه لعيبه في نص الملعب، الاربعه لعيبه الدايره؟ لا دي كانت حاله خاصه، كانت حاله خاصه. لا 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 كانت حاله خاصه. يعني كان لعب ابراهيم صلاح وطارق ومحمد شعبان واحمد توفيق. لا توفيق ما كانش بيلعب في نص الملعب. والله احمد توفيق كان بيلعب مع وين؟ لا ما كانش بيلعب. بقول لك اربع ماتشات لعب مع جناح. والله انا عارف، انا بقول لك انا بقول لك ماتش الاسماعيلي اللي الزمالك كسبه في الاسماعيليه تعادل 0-0 اتعادل كسب الزمالك كسب اتعادل والمستوى مرتضى منصور قال الحضري جامايكا الكره كانت بتيجي في العرض لا بتاع باتشيكو ايوه باتشيكو 0-0 حسني لعب الماتش ده اتعادل ولا كسب؟ 0-0 كان احمد توفيق بيلعب وينج رايت
انا وكذا ماتش. فانت النهارده خلي بالك ان انت شعبان شعبان وتوفيق والله خلي بالك ان دلوقتي انا بعتقد هيساعد باتشيكو اللي هو يعمل حاجه كويسه. لا يعني هو فكره كده يعني يا عم الراجل ده كسب الدوري بوافيستا. انا بس عشان جمهور الزمالك يفتكر او يفهم اللي مش فاكر, الراجل ده كسب الدوري بوافيستا ب 16 مباراه 1-0. يعني هو الراجل كده يعني الراجل عايز تقول زي كوبر برضو. لا يعني ما يعني لا كمان بافكار اكتر يعني ايه هو الراجل يعني ممكن خلي بالك ان هو ممكن ان انت عادي جدا, انا بقول لجمهور الزمالك ما تستغربوش, ممكن عادي جدا في ماتش كبير في افريقيا تلاقي فرجاني ساسي بيلعب جناح ف 4-4-2 والله بيلعب 10 بس ما بيلعبش جناح والله ما بيلعبش مش طريد مش طريد والله العظيم صدقني بس سالت مستشار هيرضى بكده خد بالك انا عارف مشكله مستشار مش هيرضى لا دي مشكله انا عارف انا بقول لك ايه الناس ما تستغربش يعني هو الراجل مبدئيا هو او يعني تقريبا هو اخر مدرب في الزمالك ويمكن يكون اول واحد لعب دبل 6 يعني هو ابراهيم صلاح وطارق حامد الاثنين يعني ما بيلعبش بواحد ستة وواحد متحرر اكتر لما فيش كلام ده بس بيلعب باتنين دبل 6 ثابتين ولو طارق مش موجود بقول لك عشان كده بيلعب باتنين ممكن فرجاني والله العظيم اسمع كلامي خد بالك من حاجه الناس اللي موجوده في نادي الزمالك النهارده بتساعده اللي هو يقدر يعمل اللي هو عايزه انا ممكن افكرك بحاجه بس الراجل ده ممكن يلعب صدقني الراجل ده ممكن يلعب اسمع بس انا عايز اقول لك حاجه الراجل ده ممكن يلعب محمد حسن وطارق حامد وفرجاني ساسي وزيزو طب ماشي بس ايه لا ما تقوليش ماشي انت شايف ان ده ممكن يبقى صح شايف ده ممكن لا هو الراجل ممكن لا رد لا تعال نقارن تعال نقارن باللي حصل قبل كده. الراجل كان بيعمل حاجه, الراجل كان بيلعب الماتشات الهوم على ملعبه 4-2-3-1 لان ال 4-2-3-1 دي هو كان بيوفر فيها اللعيب اللي عنده شيء من الرفاهيه البدنيه اللي هو كان بيبقى ايمن حفني او احمد عيد تمام بره ملعبه بيلعب 4-4-2. ليه 4-4-2 بقى؟ لان الاثنين دول عندهم دور كبير جدا جدا في الضغط, فما تلاقيش فيهم لا عيد ولا حفني, تلاقي مؤمن زكريا بره بس مره ملعبه او خالد قمر يعني لازم اثنين يكونوا بيضغطوا ومؤمن بيلعب وينج ليفت. وكانت ناس كتير تقول طب ما مؤمن لعيب هايل بس محتاج لعيب بقى كرييتيف شويه في الملعب, يعني محتاج حد عنده لمسه. خد بالك مصطفى فتحي بس هو بيعرف يكسب مصطفى فتحي ما شافش ولا هيشوف ما شافش في لعيبه كده الراجل خلاص الراجل ما عندوش مش هيلعب الراجل لا بس ما تعرفش احنا بنتكلم على حاجه من 5 سنين برضه ما نعرفش الراجل متوقع برضه الراجل بقى ايه انا بس ما فيش رفاهيات بدنيه في الملعب ما فيش حاجه اسمها انا متوقع ان هو نجم هيبقى ليه دور كبير لانه نجم بيدافع كويس ونجم عشان كمان هو لعيب دايناميك بيتحرك بشكل قوي بيعمل ترانزيشن في الملعب دي بقى قيمة أشرف بن شرقي الاستثنائية ان الراجل ده على قد الحلول اللي عنده والمهارة اللي عنده والإيجابية على المرمى في اللحظة الدفاعية بتلاقيه هنا لا بيدافع كويس قوي هنا هو أشرف اللي بيستلم تحت ضغطه بيشوط على الجون او بيحط او بيعمل او بأدواره الهجومية المعتادة والمعروفة من الجميع. أشرف الحالة الدفاعية هنا, فده اللعيب اللي يقدر يضمن لنفسه مكان في اي تشكيل. لكن مثلا في لعيبه فعلا هتبقى عندها سؤال, يعني الراجل هيقعد يسال نفسه اوباما انتوا متاكدين يا جماعه؟ لا بالعكس اوباما بيدافع كويس بس اللعيبه ما فيش التحام مع باتشيكو, ما فيش مجهود بدني, ما فيش وجود بقى, ما فيش حاجه اسمها لعيب ما عندوش دور دفاعي. الاثنين بقول لك كان بيلعب 4-4-2 بره ملعبه عشان الاثنين يضغطوا عشان محدش يبدي الهجمه قدامك. بص هو انا في رايي بص لو انا النهارده بتكلم ان انا بادئ دوري وان انا بدور على مدرب ان هو يلعب الزمالك الكره بتاعته اللي جمهور وفي جمهور في الملعب وبتاع, فهقول لك باتشيكو اخر واحد انت تمضيه. لكن لو انا راجل زملكاوي النهارده بحلم ان الزمالك يفوز ببطوله افريقيا ابطال الدوري فباتشيكو واحد من انسب المدربين اللي يقدروا يديروا الماتشات الكبيره دي, مش عشان هو راجل اسلوبه دفاعي بس, ولكن هو راجل بيعرف يقرا 90 دقيقه كويس جدا وراجل عنده نظام كبير جدا جوه الملعب وبره الملعب. ان الزمالك في رايي كان محتاج في الوقت ده مدرب ستريكت, مدرب صارم بره الملعب وفي النظام بتاعه الاداري وكلها حاجات في وقت قصير يقدر ان هو يلم الفرقه بشكل كويس جدا. تعالوا نشوف الكابتن طارق يحيى وكابتن مدحت عبد الهادي قالوا ايه بعد المباراه لاوضه اللبس. انا سعيد طبعا اللي انا جيت في الجهاز المؤقت مع كابتن طارق يحيى وكابتن عبد العزيز, ويعني كابتن طارق خلص مهمته النهارده طبعا عشان في الجهاز الفني الجديد, وانا
انا سعيد لما موجود في الجهاز الجديد مع مستر بوتشيكو، يا رب اكون عند حسن ظن الجميع ومجلس الاداره وجمهور نادي الزمالك. وطبعا انا بشكر بصفه خاصه كابتن طارق يحيى، طبعا بقى لي 3 سنين شغال معاه، والشخصيات المحترمه والشخصيات يعني اللي الشرف اللي انا اتعلمته منه كتير جدا الفتره اللي فاتت. وطبعا كل شيء كله الفتره دي وبالتوفيق ان شاء الله. وبشكر طبعا ايمن عبد العزيز على الفتره ديت، ويا رب ان شاء الله يكون الانتصارات من الزمالك باذن الفتره الجايه ان شاء الله. شايف فرصه الزمالك في افريقيا عامله ازاي؟ ربنا سهل ان شاء الله، يعني في شغل الفتره الجايه يبقى كتير جدا. اتمنى ان شاء الله يكون عندي فرصه للجميع طبعا اللي هيشتغل بايجابيه الفتره الجايه قبل الماتش وان شاء الله. ده كان لقاء مع رئيس نادي الاميريه كابتن مدحت عبد الهادي. لا مدحت عبد الهادي كان اسطوره ليجند، ومن طبعا. واحد من احسن مدافعين اللي انا لعبت معاهم في حياتي، وواحد من المدربين الكويسين جدا اللي انا كنت بتشرف ان هو كان موجود في جهازي في نادي الزمالك. وراجل يعني اللعيب كان لعيب راجل، وكان ودلوقتي مدرب راجل، ويقدر ينقل الحته دي للعيبه ويقدر ينقل هويه نادي الزمالك للعيبه، زي ما حسني كان بيقول في الاسماعيلي مهم ان يبقى في ناس ان هي تنقل هويه الزمالك للعيبه. نروح للاهلي وفايلر يا حسني. الاهلي يعني بيمر بظروف قد تكون متشابهه مع الزمالك بشكل معين، ان المدرب بيقول لهم بخ انا بره. وتصرف تعامل مع الازمه بشكل مختلف. الزمالك اختار ان هو يجيب الراجل، تعالى حبيبي اقعد جنبي صوره فيديو، انت كذا عليك ايه عليك ايه، انا الكلام اللي هقوله لك بيني وبينك هقوله قدام الناس. والاهلي اختار طريقه تانية انا قلتها في الاسبوع اللي فات، برضو بقول الحمد لله ان احنا في حاجات بنقولها هنا في اوضه اللبس الناس بتشتغل عليها وبتقولها بعديها باسبوع. ان انا قلت ان الناس هتيجي تقعد مع الراجل هتخيره، الكلام ده قلته الاسبوع اللي فات هنا قبل ما اي حد يتكلم فيه. يا اما البند بتاع شهر اكتوبر ده ان انت راجل تتنازل عنه وان انت تشيله، يا اما احنا اللي هنمشيك. تمام. احنا اللي هنقولك ان احنا هنمشيك، وده اللي بنسبه كبيره هيحصل. انت شايف ايه يا حسن؟ لا انا شايف الاهلي بيتعامل في الامور دي بشكل متاخر جدا، يعني رد حتى فعلا من 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 الاداره في مشكله اللعيبه هي برضو بتستمر في المدربين. فايلر من بعد الكورونا في علامه استفهام كبيره جدا، وقبل الكورونا برضو لو نفتكر. فالنهارده انت المدرب معاك او مش معاك، انت كاداره بتبقى باين وعارف وواثق ان الراجل ده معاك. اول الدوري حسني مش شغال كويس، هتمشيه اول الدوري حاجه، وانك انت مش عارف الاستقرار رايح فين دي حاجه تاني. وبعدين لما تلعب على بطولات وعندك منافسات لازم الاستقرار. النهارده انت مش عارف المدرب هو بيفكر في ايه، مروحه لسويسرا في الوقت بتاع قبل الكورونا وعدم تجديده، وبعد ما رجع طب الناس بتتكلم وجدد، وبعد كده لحد النهارده احنا بنتكلم هو هيقعد ولا هيمشي ولا ايه. انا بقول لك فايلر المشكله بتاعته باينه في الملعب، باينه في عدم تركيزه، باينه في عدم ادارته للمباريات، باينه حتى في اللعيبه النهارده عكس نادي الزمالك. احنا بنقول الزمالك بينافس على مركز تاني، فمضطر انت تلاعب اللعيبه الاساسيه عشان غصب عنك لازم تشارك في افريقيا السنه الجايه. النهارده النادي الاهلي بيلاعب هي نفس اللعيبه، النهارده خسر رامي ربيعه، فمعنى كده وحاجات كتير نقدر نتكلم فيها فنيه. بس انا بتكلم على فايلر ان هو مش مركز معاك. انت شايف ان الاهلي كان المفروض لازم ياخد قرار برحيله من فتره؟ اه طبعا، انت داخل على بطوله افريقيا وتعد البطوله انت نفسك تحققها، ونفس نادي الزمالك نفسه يحققها، فانت لازم كان يبقى في استقرار عشان المدرب يقدر يجي. انت شايف ان القعده اللي قعدها كابتن محمود الخطيب مع فايلر وخيره ما بين بعض الامور وقال له هديك مهله لغايه يوم الاربعاء صح؟ عشان اعلن يوم الخميس، انت شايف ان دي كان المفروض تحصل من بدري، شهر بدري؟ اه طبعا طبعا طبعا، بعد الاداء السيء اللي احنا شفناه النادي الاهلي حتى بعد الدوري انت برضو مصر بتلاعب الناس للاجهاد للاصابات، انت كل ده ممكن تخسره. انت داخل في بطوله جماهير النادي الاهلي بتنافس نفسها تشوف النادي الاهلي بيحرز اللقب، فانت بتلاعب برضو لعيبه ممكن تتصاب في اي وقت، خسرت بطوله، اللعيبه دي هي اللي موجوده. فانت النهارده انا شايف اداره النادي الاهلي متاخره جدا جدا في الملف دوت، علشان حتى انت لما تفكر في مدرب تاني كنت تفكر فيه من فتره علشان يقدر يجي يشوف الفرقه بشكل كبير، يقدر يشوف الفرقه ويقدر يعمل اللي هو عايزه في الوقت القليل اللي جاي علشان يقدر ينافس على بطوله.
فانا شايف ان فايلر كده اعتقد اللي هو بره النادي الاهلي بشكل 99%. لسه ما اعلنش بشكل رسمي يا سمير، انا متوقع 99%. هو الراجل قال لهم ان انا الكلام اللي انت بتقوله ده مش هعمله، يعني انت ايا كان انا مش انا ثابت عند رايي. في مشاكل جوه، في مشاكل، لكن طريقه الاخراج اللي النادي الاهلي عايز يخرجها بيها يا جماعه بكل بساطه ان احنا اللي مشينا الراجل. بالظبط، هو الراجل حقيقي ان الاهلي هو اللي هيبقى مشاه، لكن هو الراجل تمسك ببعض الشروط اللي هو كان متفق عليها من الاول. انا مش هغيرها. فيفي، هل انت بتتفق مع حسني ان كان لازم الاهلي مثلا بعد ماتش الزمالك الاداره الفنيه العاديه متواضعه جدا من فايلر في المباراه، هل انت شايف ان هو ده الوقت اللي كان لازم يحصل فيه قعده وتغيير؟ لا، انا شايف ان انت كان عندك مدرب ماشي معاك بشكل ممتاز في الدور الاول. حصلت جائحه عالميه، الراجل رجع ووضح جدا في اللحظه دي ان الراجل ما بقاش هو الراجل اللي جالك اول الموسم، بدليل ان الراجل حط شرط عجيب انا مش عارف ازاي الاهلي وافق عليه، او ازاي الاهلي مضى عليه، انه من يوم واحد اليوم 10 اكتوبر انا ممكن امشي ببلاش. مين اللي قرا ومضى انا مش عارف، وازاي عمل كده، وازاي حد يقرا دي ويمضي بعدين نفس الحد يروح الكاف يقول يا جماعه تعالوا ناجل الشامبيونز ليج. اسمعني بس، اسمعني اكملك بس نقطه بس الحته دي وكمل انت. طب اتفضل. على اعتبار ان في هو كان حاطط المعده في ايه، على اعتبار ان بطوله افريقيا ابطال الدوري هيكون انتهت، هو كان عايز ان هو اول لما البطوله تخلص ما انا اكملك اهو، ما انا اكملك اهو. ما هو الاهلي نفسه هو اللي كان احد الانديه أيوة المطالبه بتاجيل الشامبيونز ليج. ازاي بعدين في حاجه، انا دلوقتي عايز احافظ عليك حتى بطوله افريقيا، منطق؟ منطق. ليه ما اقولش في العقد لغايه بعد بطوله افريقيا؟ هو ده السؤال. هل انا ضامن في اللحظه اللي بمضي فيها مع فايلر الدوري المصري، مش بطوله افريقيا اللي هي مش تحت ايدينا، لا الدوري المصري تحت ايدينا ده، هل احنا كنا عارفين هيخلص امتى؟ مش عارفين. ما هو خلي بالك، لا طريقه مد الدوري تمام. هو كان بالنسبه للاهلي اللي مسؤول الاهلي ان انا النهارده مش مشكله ان انت تكمل معايا الدوري، بس لازم تكمل معايا بطوله افريقيا. هي الفكره بطوله افريقيا كانت تخلص انا عارف 10. لا انا مش قصدي، انا مش بربط الدوري بافريقيا، انا بقول لك ان حتى الشيء اللي انت عالم بتفاصيله ما تقدرش تقول هيخلص امتى. لكن انت بتتكلم عن بطوله افريقيا مرتبطه بدولتين، مصر والمغرب، فرقتين مصر وفرقتين من المغرب، هل انت كنت متاكد من كده؟ هقول لك يا سيدي ان تمام. ليه ما قلتش في العقد ان بعد بطوله افريقيا بنطلبها ايه 1 10 و10 10 حددتش ايه يعني نفس الغلطه إيه معناها دي؟ على فكره دي نفس الغلطه اللي غلطتها الزمالك مع جروش لما تاجل لما الموسم انتهى. ايوه بالظبط، العقد يخلص 1 لما الموسم انتهى بتاريخ لكن الدوري كان لسه فاضل فيه شويه. دايما في العقود بانتهاء الموسم، انتهى الموسم لكن 1 10 بعدين. خد بالك من حاجه، انت بتتكلم عن موسم كان يفترض ينتهي في وقت، وبسبب تاجيلات افريقيا وتنظيم مصر لكاس الامم كل دي حاجات كانت مفاجاه. لكن ايه المفاجئ يا جماعه في ان كورونا خلاص جت وان كل شيء ممكن يتاجل؟ مفيش مفاجاه. فده رقم واحد. فانت كنت ديسبريت جدا انك تمضيه حتى بالشرط ده، انك تمضيه حتى بالشرط ده. هل انت ما شمتش في الشرط ده ان الراجل ماشي؟ يعني انت انا دلوقتي ميدو بمضيك على اي ورقه وحاطط فيها شرط عجيب جدا، شرط غريب جدا، اول ما تقراه هتفهم نوايا بسيط ايزي يعني. فانت ما حسيتش ان الراجل ماشي. النتيجه ايه؟ المدرب اللي هو كويس جدا 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 ممتاز، عمل دور اول ممتاز ممتاز ممتاز، خلاص رجع فيزيكال هو الشخص بس. الجثه موجوده وعقله مش موجود، بس ده مش فايلر بتاع الدور الاول. تمام. فالنتيجه ايه؟ الاداء سيء جدا. الطريقه الراجل غير الطريقه لسبب، انا يعني بغض النظر عن كل التفاصيل الاخرى، الراجل فجاه بيلعب 4-4-2. انا مش فاهم، مش عارف ليه. كنا اتكلمنا مع بعض في النقطه دي قبل كده، ساعات لعب 3 مش عارف، ولعب 3 في اوقات ماتش الزمالك، ماتش 3 ولعب 3 ولعب 3 غريبه، لعب 3 فيها طرفين ملعب ما بيهاجموا. المهم مش هو فنيا. فوصلنا في النهايه ميدو في النقطه اللي هي المفاجاه المتوقعه. مشكله فاير دي انا اقدر اسميها المفاجاه المتوقعه، كلنا عارفين ممكن في تاريخ او القنبله الموقوته، وفجاه عرفنا ان التاريخ جه. يعني انا عارف ان في 1 اكتوبر جاي، ال 10 اكتوبر جاي، وفجاه 1 اكتوبر جه. فانا كنت بشوف من وجهه نظري انا، كل واحد طبعا اضرب باموره، يعني ان لو انا كاهلي هخسر فايلر ودي خساره حتميه قادمه، طب ما انا اخسره بدري عشان مرحله ما بعد، بتقول قبل ماتش الاهلي حتى، قبل الزمالك، قبل العوده، ما دام انا رايح. اصل الاهلي كان خلص الدوري خلصان من قبل، كلنا عارفين الدوري خلصان من قبل كورونا ما تحصل اساسا، الدوري كان خلص. انا دلوقتي عندي هشيل مدرب، ففي فترة اضطراب هتحصل، في فترة اهتزاز، طب ما تيجي ناخد فترة الاهتزاز دي بدري شوية ونخلصها بعدين نرجع نستقر تاني واحنا داخلين على افريقيا. لكن انت اجلت الاهتزاز بتاعك الى اقرب مدى ممكن من بطولة افريقيا. فهو الملف بالكامل لما تيجي تقيسه ما فيهوش حاجتين متسقتين مع بعض. طيب
طيب حسني عفيفي على فكره اتكلم في نقطه مهمه جدا، يعني هي ما بين السطور لكن هي بالنسبه لي مهمه جدا. طيب انت عندك، عارف ان انت عندك بند معين ومشكله معينه في عقدك مع فايلر بعد تاريخ 1/10، طب ليه قعدت في الاجتماع بتاع الفيديو بتاع الاتحاد الافريقي طلبت بالتاجيل؟ ورحت انت مشكله يعني الاهلي هو النادي المصري، الزمالك وبيراميدز قالوا لا مش هنأجل، الاهلي قال لك لا هنأجل، وطلعت الناس قالت ان السبب ان احنا التكاتف مع الاخوه المغاربه وبتاع، كل الناس كل حد كان بيدور على مصلحته، الزمالك كان بيدور على مصلحته ان انا عايز العب دلوقتي، ده الوقت اللي انا شايف ان انا جاهز فيه. الاهلي البيراميدز شايف ان هو انسب من او اجهز من المنافس بتاعه، الرجاء شايف ان هو عايز ياجل، الوداد عايز ياجل، الاهلي اجل ليه في اجتماع الفيديو واعلن كده وهو عارف ان هو هيخش في مشكله مع فايلر؟ انا بشوف النادي الاهلي فيه تخبط من فتره، خد بالك انا برضو برجع تاني لكلمتي، التخبط ده مش ولا اللحظه، لا قلت لو مكانهم كنت هتاجل يعني. لا طبعا لا، بس ثانيه واحده، هو قال نقطه مهمه جدا بدا بيها كلامه، المشكله بتاعت فايلر اللي عرفناها في اخر لحظه دي، ده كلاكيت سبع مره قبلها عبد الله، قبلها فتحي، قبلها يعني قبلها. المشكله اللي بنبقى عارفينها وبنقعد نستنى لغايه اللحظه الاخيره دي، يعني مش وليدة اللحظه النهارده ان فايلر عقده بيتمضى في شرط جزائي وهيمشي واروح اقدم علشان دوري الابطال يتاجل، علشان ده بالعكس، ده انا كان مصلحتي بعد ما مضيته زي ما عفيفي قال ان انا العب بدري، العب في استقرار. ايوه سؤال يا جماعه، المسؤولين الاهلي ارجوكم، هي دي النقطه، يعني هو ليه اصلا 1/10/10 يا جماعه؟ هي دي الفنت ان ذا روم، ده الفيل في الغرفه، يعني ايه انا بمضي على 1/10/10/10 في ظل جائحه عالميه غير مضمون فيها بدء تاريخ بدء او نهايه اي مباراه، مش اي مسابقه. انا بلخصها على فكره، افريقيا النهارده ممكن اسالك سؤال افتراضي تماما، حصل لا قدر الله لا قدر الله لا قدر الله تفشت كورونا بشكل واحد اللي مره ثانيه، لا وانت بتدير لازم تاخد اسوء الظروف، بلاش لا وانت بتدير خد اسوء الظروف، بيهمك حاجه انت؟ هل ممكن السيمي فاينال يتاجل ولو اسبوع ولو 10 ايام؟ ممكن صح ولا غلط؟ طب انت ليه بتربط نفسك بتاريخ؟ هو الراجل بص هو الراجل حاجه غلط يعني، انت بص الهرشه دي بتاعت ساكر، لا حاجه غلط، اصل بص اصل المفاوضات علم، يعني المفاوضات دي علم وخبره، علم وخبره، يعني فن المفاوضات ده موجود. فالنهارده بكل صراحه النادي الاهلي في اكتر من موقف في كتابه العقود او في المفاوضات ممكن يكون ما اظهرش خبره في حاجات كتيره جدا، مثلا موضوع رمضان صبحي ان انت توافق ان انت تستعير رمضان صبحي من هادرسفيلد وتدفع له مثلا 1.8 ولا 2 مليون استرليني من غير ما يبقى عندك حق الشراء، حتى لو في حاجات معينه، حتى لو هادرسفيلد ورمضان هم اللي قالوا لا احنا مش هنعمل اوبشن تو باي او ان انا اشتري، لا خلاص يا جماعه شكرا. أيوة. في حاجات يا اما اعملها صح يا اما ما اعملهاش، حتى لو اجيب كريستيانو رونالدو انا النهارده هتحط في موقف صعب. فالنهارده الاهلي انتهى بيه المطاف في ده، برده اللي انا قلته لازم جمهور الاهلي يفهمه، ان الاهلي دفع لبيراميدز 40% من ثمن رمضان، فهمنا ازاي يعني؟ انت فاهمني ولا لا؟ الاهلي النهارده دفع 2.3 مليون باوند، 2 مليون و3 من 10 مليون جنيه استرليني دفعهم في الاعاره، بيراميدز دخل كمل عليهم واشتراه، حاسبوا التوتال كله باللي يعني الاهلي دفعه، يعني باللي الاهلي دفعه، يعني هادرسفيلد اشترى رمضان من ستوك بخمسه، فكان عايز عشان يسيب رمضان عايز فلوسه، عايز الخمسه، الاهلي دفع منها مثلا ثلاثه، الاهلي كده دفع نصهم. أيوة. المفروض بقى الطبيعي في اي بلد في الدنيا واي حد ان انت بتحط بقى ان بقيه الفلوس دي هي دي الاوبشن تو باي، اللي انا لما اجيبه عندي خلاص هدفع ده. فلما النهارده سبت دي دخل حد تاني راح راكب عليها وراح واخدها، يعني لما تسمع الرقم ودي نقطه مهمه. فالنهارده في كذا نقطه، النهارده الموضوع بتاع فايلر النقطه الكاشفه يا ميدو، ان بعد كل ده بعد كل التفاصيل اللي احنا حكيناها، يعني انا اتكلمت في نقطه، حسني اتكلم في نقطه اوسع كمان بتاعه اللعيبه، انت اتكلمت في نقطه ثالثه، بعد كل ده الهدف الرئيسي دلوقتي هو ان احنا نصيغ هذا الامر في الشكل التالي، ان الاهلي رفض طلبات فايلر، والاهلي سيستغني عن فايلر لان الاهلي هو اللي بياخد القرار. ما انت في ناس انت متخيل ان كل هذه النقاط اللي احنا عدينا عليها واللي كان ممكن نقف عند النقطه الاولى او نقف عن... طبعا هي رسميا هي حقيقيه بس الى اي مدى البريوريتي فين، الاولويه فين؟ لا الاولويه ان احنا لما نصدر المشهد ده نصدره بالشكل الفلاني. طب كل اللي قبله ده ميدو، انت ما تقدرش تركز في كل الحاجات، لو انت مركز في نقطه هتنتج الموضوع او هتخرج الموضوع للناس ازاي بكل الكثافه دي ومدي الاولويه دي كلها، هتركز في التفاصيل ازاي اصلا؟ طب تفاصيلك كلها ان انا اللي جبت دي كده. طيب وانا اللي جبتها. طب اخد من كلامك دي نقطه مهمه جدا. طيب. يا حسن، هل شايف ان مجلس الاهلي
بيتاثر بشكل كبير جدا او بيعمل حساب كبير جدا للجماهير وهو بياخد قراراته، فبالتالي ده بيوقعه في اخطاء اللي جوه في ناس ميديا مش على قدر المسؤوليه. انا شايف ان من سنين كتير ما شفناش النادي الاهلي كده، كنا بنشوف النادي الاهلي بياخد القرارات الصح، كل حاجه بتتعمل صح. الفتره اللي فاتت دي كلها في تخبط اداري موجود جوه النادي الاهلي، والتخبط الاداري ده معناه ان في جوه ناس اسماء كتيره يا حسني. انت بتتكلم ان كابتن محمود الخطيب راجل تسلسل كده، على كابتن محمود بس اللي حواليك دايما، اللي حواليك خالد درندالي العمري، في ناس ممكن تغرقك، حتى الشباب الصغيره شباب كلهم عندهم خبرات كويسه جدا بالنسبه يعني انت بتتكلم في ناس عندها خبرات كبيره جدا، الناس اللي ماسكه ملفات الكره بتتكلم كابتن محسن صالح عنده خبرات كبيره جدا، والناس يعني في ناس كتير عندها خبرات. احنا من امتى ميدو ما شفناش المشاكل دي جوه النادي الاهلي؟ من امتى؟ من سنين. أنا ما شفناش اللعيبه اللي مشيت، ما شفناش النهارده رمضان صبحي بالعقد واللي بتقول ده، ما شفناش النهارده فايلر والثغره اللي ما شفناش النادي الاهلي طول عمره، ما شفناش النادي الاهلي بمر بوقت زي كده. في شخصيات اهلاويه موضوع داخلي تماما يعني بيشتكوا انهم في حاله اي خلاف بسيط مع مجلس الاداره في لجان الكترونيه بتهاجمهم. ده مش انا انسان شرير مش انا، شخصيات اهلاويه واكيد انت عارف الكلام ده اكتر مني بتشتكي يوميا من ان اي حد بيدخل في خلاف بسيط ممكن يكون خلاف فرعي هامشي على نقطه جانبيه. لا وبيحصل في كل حته. لا والله لا، في ناس بس مفيش ناس مختلف. مفيش الكثافه دي غير في الموضوع، غير في النقطه دي. شخصيات انا بتكلم عن شخصيات اهلاويه، بتكلم عن شأن اهلاوي. انا دايما برد عليك بصيغه اللي هو اللي مش موجود يعني، او بمثل اللي مش موجود. اوكي ده بيحصل، انا معاك. على فكره واحد من اهم الاسباب اللي خلى بعض اللعيبه ما تجددش للاهلي وان هي تقعد في الاهلي ان هم اتحطوا تحت ضغط كبير جدا من الناس اللي بتتفاوض معاهم قبل ما يخش يقعدوا. يعني اللعيب بيخش اقول لك على حاجه، منهم رمضان، دي معلومه بقى. وشريف اكرامي، الناس دي هتتغير مع فايلر. اكرامي بص، الناس دي هتتغير مع فايلر. في نيه يعني الاهلي للتجديد لانه راجل كبير وما بيلعبش. لا شريف اكرامي مش في موقفه، شريف اكرامي في موقف رمضان. مش هو بيجد. انا بكلمك بقى من حال دلوقتي مشايل فايلر. عم فتح على فكره لسه مره رئيسي. انا اسف حسام غالي. حسام غالي في لحظة ابدا تعاطف ما مع مؤمن زكريا، نقطة هامشية جانبية، ما لمش حد، ما اتخانقش مع حد، ما هاجمش حد بتاع. قعدنا بتاع 24 ساعة حسام غالي كده. بس يمكن عدوا عشان ما حدش خد باله يعني. لا عشان حسام غالي بس في 24 ساعة. لا عشان حسام غالي جامد يعني. أيوة. حسام غالي الكريدت بتاعه على الأهلي. الكريدت عمل حاجات لجمهور الأهلي ما تقدرش تهزه. ثانية واحدة، ده بيأكد الكلام. على قد الكريدت ده يعني. انا هديك سؤال، احنا مثلا صحينا الصبح لقينا جمهور الإسماعيلي عامل حملة على حسني عبد ربه. انا صح الصبح هو يعني لسه بفتح عيني، جمهور الاسماعيلي بيهاجم حسني عبد ربه، اول حاجه هشم ريحتها ايه؟ في حاجه غلط. مش طبيعي. مش في حاجه، لا في ايه؟ بعدين حسني عشان جمهور الاسماعيلي يوصل لمرحله ان يهاجم حسني لازم يكون حسني مثلا شغال في النادي دلوقتي ودخل ولع حريقه. وفضل بقى ماشي ولع حريقه في النادي، لازم يكون وصل للليفل ده. لكن جمهور الاسماعيلي بيهاجم حسني اللي هو مش في النادي. في توجيه. اللي هو مش في النادي. تعالى اقول لك حاجه. لا 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 بس انتوا قطعتوني في حاجه، هل فايلر هو المسؤول عن المشاكل دي كلها؟ مشيانه هو ده الحل؟ ولا في اشخاص جوه نادي الاهلي في الفنيات او في الاداره نفسها بتسبب مشاكل لعدم تجديد لعيبه لمشايين مدربين؟ هو ده السؤال اللي انا بساله. السؤال ده مهم. بص خلينا بصراحة. لا بس السؤال ده مهم، السؤال ده لان انا عندي معلومات ثانيه يعني اللي ماشي. بس يعني انا بقول لك القصه بكل بساطه ان فايلر الراجل جه اشتغل واشتغل كويس جدا وكان مركز بشكل كبير جدا. ظروف بتاعه الكورونا خليته ان هو بعد عن عيلته، وان هو راجل عايز ان هو يقرب من عيلته مره تانية، وفي نفس الوقت جاله اوفرز ان هو يشتغل واشتغل بفلوس كويسه وفي اماكن كويسه ويبقى قريب من عيلته. فبقى خلاص كل مخه وكل دماغه ان انا الحته دي عندي خلصت. فابتدى بعد بقى ما رجع ابتدى يفكر اطلع باقل خسائر ازاي، عشان كده هو عفيفي بيقول لك كان بجسمه بس موجود. هو كل تفكيره انا اطلع باقل خسائر ازاي، بدايه من ترتيبي على الورق، وده كان واضح جدا. وده اللي حسني بيقول عليه. ده بنلعب بلعيبه اساسيين مش مطلوب تلعبه. ان هو يحط بس عايز اطلع بعدد النقط ده وعدد الاهداف ده بالظبط اكثر امشي واطلع ازاي باقل خسائر وابتدي ان انا اشتغل. برضو العفيفي كان بيقوله واللي كابتن حسني كان بيقوله ان النادي الاهلي استشعر الكلام ده بدايه من اول كلمه قالها في العقد ان انا راجل لازم امشي في الوقت الفلاني. الكلام اللي حسني بيقوله، الكلام اللي عفيفي بيقوله، الكلام اللي انا بقوله، الكلام اللي اي واحد المفروض يعني بيفهم نص نص كده يقوله، ان كان لازم يبقى في تحرك بدري من اداره الاهلي في ان النهارده الراجل ده دماغه مش معانا. النهارده الناس اللي بتتعامل معاه بشكل مباشر يوميا
تقدر تحس هل الراجل ده هو هل الراجل ده مختلف، هل الراجل ده تركيزه قل، هو ده بقى شغلة الناس اللي شغالة. فالنهاردة كان لازم يحصل تحرك من بدري عشان ما يبقاش في فرصة قريبة جدا أو فرصة قليلة جدا. ما هو دايما أنا يعني وده برضو نقطة بقولها إيه، إن النهاردة في حاجات بتبين لي حسن النية. الراجل لو ما بين لي حسن النية ساعتها أصبر عليه، ساعتها ان انا استنى، ساعتها ان انا ما عنديش مشكله لغايه اخر وقت، لان هو اللي يستحق ان هو يكمل مع الفريق. لكن طالما الراجل ما اثبتليش او ما حطليش الكروت اللي على الترابيزه اللي بتثبت حسن نيته، لا اتحرك. اتحرك لان انا نجاح المنظومه اللي انا بادرها وانا بدرسها هي بالنسبه لي الطلقه جايه لي فلازم ان انا اشتغل عليها. الحقيقه الاهلي بيمر بموقف صعب، وانا هسالكم انتوا الاثنين قبل ما اخرج من الموضوع ده سؤال بسيط جدا، الحل ايه دلوقتي والحل ايه دلوقتي؟ النهارده فايدر لو النهارده مشي، الحل محمد يوسف عماد النحاس مدرب مصري حافظ الفرقه، ولا مدرب اجنبي بنفس مواصفات لعب فايلر زي ما الزمالك عمل؟ انا بقول الاهلي مش من دلوقتي، من فتره لا دلوقتي بيتفاوض، بيتفاوض مع مدرب اجنبي وعرف خلاص ان فايلر ماشي واخدين القرار. المدرب ده هيبقى موجود في اقرب وقت، هيبقى معاه المدرب اللي الاداره حطاه وبنسبه 90% ممكن يبقى محمد يوسف هو اللي بيدير التوقيت القليل عقبال ما المدرب يوصل بعد يوم الخميس، وهتبقى الاداره ماشيه في طب الفكره. طب هل الفكره مدرب ماشي. اجنبي يعني ماشي. انا بشوف النادي الاهلي مدرب اجنبي، مفيش مدرب مصري الا بقى يعني يبقى واحد قوي جدا يتحمل الضغوطات ويتحمل المسؤوليه. لو كان حسام البدري متاح، لو كان حسام البدري متاح، انت عايز ماشي من المنتخب بقى؟ لا لو كان متاح، لان حسام البدري هو المدرب المصري في الاهلي اللي ممكن بيأكت از المدرب الاجنبي بنفس الشخصيه. حسام بدري بصراحه، حسام بدري بصراحه يعني الاهلي كان بيلعب معاه كوره احسن بكتير من اللي عمله مع فايلر، وده اللي انا كنت بحاول اقوله. بس حسام الاهلي كان افضل وكان منظم. بس اقول لك كوره، انا هقولك على حاجه، رايك في الاوبشن اللي مطروح على الترابيزه ده دلوقتي؟ بقول لك ماشي، اقول لك اعاره حسام بدري. لا طب انا لو تسالني على يعني سؤال شخصي، تتمنى ايه او تحب تشوف ايه؟ احب اشوف واحد زي عماد النحاس في النادي الاهلي. ليه لما ليه ما يكونش عندنا ده؟ يعني هو ماسك نادي المقاولين وعامل معاه حاجات كويسه جدا، بس طموحه هو كمدرب ممكن يبقى باصص الفتره دي. بس شخصيته لا، الفتره دي انت داخل على ماتشات معينه، انت مش هتجرب فيها عماد هيليق على الاهلي دلوقتي ولا لا. انت عماد ممكن من اول الدوري ان انا ابتدي ان هو يخوض مباريات الدوري وبتاع، مدرب كبير اثبت ان هو يستحق يبقى مدرب الاهلي، لكن هي قصه التوقيت. انا بقول لك التفكير الاساسي دلوقتي عند مجلس اداره الاهلي ان مدرب اجنبي زي ما انت قلت ان هو يشتغل، ومحمد يوسف يجي معاه مدير كوره ومدرب عام. تمام، زي المكان محمد يعني معنى كده لسيد حفيظ مش هيبقى؟ لا ما اعرفش، سيد ممكن مسايب بعد كده، يبقى ممكن سيد يخش يعني يبقى لا يبقى مشرف عام على الكوره، ممكن يبقى ان هو ياخد منصب تاني. لكن انا بقول لك ان على الترابيزه ان محمد يوسف يبقى هو مدير الكوره، ان هو قام بالدور ده قبل كده، يبقى مدير الكوره ويبقى مدرب عام في نفس الوقت عشان يشتغل مع الراجل الاجنبي ويبتدي ان هو يشربه اللعيبه وطريقه اللعب وكل حاجه، وفي نفس الوقت يقوم بوظائف مدير الكوره. هي كده كده في حاله وجود مدرب اجنبي لازم بالتاكيد لازم يكون في عنصر مصري اصلا هو مدرب عشان يعمل عمليه الترانزيشن او يحاول يقلل فتره الترانزيشن اللي كان ممكن تبقى اقل بكتير لو كان الاهلي خد القرار من زمان. طب نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نتكلم مع حسني وعفيفي على ماتش ليفربول وارسنال اللي خلص بفوز ليفربول 3-1 النهارده. ليفربول النهارده قال الارسنال يعني ايه الماتش بتاع الكوميونتي شيلد حاجه، والماتش بتاع الدوري بتاع الدوري حاجه، وليفربول بيستغل تعثر مانشستر سيتي امبارح وانه خسر ماتش كبير جدا من ليستر سيتي، والنهارده ليفربول بيبين ان في فرق في الكواليتي كبير جدا لسه، او فرق بين المرحله بتاعه البناء ما بينه وما بين ارسنال. عفيفي، ليفربول وارسنال في ماتش بداوا النني وبداوا صلاح، الاول عايز اعرف رأيك في النني النهاردة وماتشات اللي فاتت. النهاردة يمكن النني بدأ لأنه في اعتقادي أرتيتا كان عايز مجهود بدني أكتر من اللي ممكن يقدمه داني سيبايوس. سيبايوس فنيا أعلى على مستوى الباسينج، لكن هو أنت بتلعب ليفربول أو أي فريق أعتقد في العالم هيلعب ليفربول هيبقى محتاج لو بيبدل بالاثنين لعيبة يشوف مين أعلىهم بدنيا يشارك بيه، لأنك بتلعب فريق غير عادي غير عادي غير عادي، أقوى فريق في أوروبا باي فار، اقوى بايرن ميونخ في اعتقادي، لولا ان هو خرج من الشامبيونز ليج من اتلتيكو مدريد في ماتش كان عجيب جدا، اعتقد كان صعب حد يخرجه.
وبتلعب فريق طول الوقت بيعمل كل حاجه بسرعه. هي دي النقطه اللي كنا يعني ليفربول ما فيش تكتيك معقد خالص على فكره، بس كل حاجه بتلعب بسرعه شديده، بسرعه شديده. النهارده الباص بيتلعب من 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 فان دايك وبيعمل بيلد اب لسه لصلاح، صلاح بيخش، صلاح عنده كل الحلول، بيعمل لك كل التستنج اللي في العالم، ممكن يضغط لجوه ويشوط. انا عايزك بس يعني ايه تشوف فرق الارقام اللي كانوا بنقوله من الاسماعيلي وطلائع الجيش، وتعالى تعالى نبص. سيبك من نسبه الاستحواذ 67 83 محاوله، لكن بص للتمريرات والتمريرات الصحيحه. انت بتتكلم ان كان الاسماعيلي وطلائع الجيش هما الاثنين 300. انا عايزك تشوف فرق الكوره بس، عشان ايه؟ عشان الناس يا جماعه اللي بتقعد تتفرج على التلفزيون وتنقل تتفرج على ماتش فوق بره بيجي لها هلع في صدمه حضاريه. فالنهارده انت بتتكلم غير التيمبو وغير السرعه اللي بيتكلم عليها عفيفي، وغير الريتم العالي وغير الفتنس وغير كل الكلام ده كله، انت بتتكلم في كواليتي. انت بتتكلم التمريرات من الارسنال 555 تمريره، ده اكتر من الاسماعيلي وطلائع الجيش 250 تمريره، وبتتكلم بقى في ليفربول 946 تمريره. فانت بتتكلم يا حسني ان الكره بتتنقل ما بين اللعيبه باكتر من التريبل، يعني اكتر من ثلاث اضعاف. ده خد بالك بقى، احنا في ازمه، احنا في كارثه. ده كمان الارسنال كان بيلعب من قدام تمريرات الاسماعيلي الصحيحه 266. يعني انت يا جماعه، انت بتتكلم في عربيه فيراري بتجري مع عربيه 28. اه والله انا بدوب على كل الاحترام يعني، اصل الاحصائيات دي مهمه قوي. لا بص الكواليتي كمان بتاع ليفربول ازاي بتنقل كام نقله، 946 لا، والارسنال كان بيلعب من قدام كمان، بيقابل من قدام النهارده، فازاي انت العقليه. لا انا كمان مش عايز اجيب لكم الفرق بين الاحصائيات الفرديه انديفيدولي عشان ازعل، مش عايز صعبه عليك اكتر، واقول لك ما تدورش على رقم على عدد التمريرات، ودور كمان على كواليتي التمريرات. الفكرة انت بتمرر لمين فين، يعني مثلا سيبني عفيفي، سيبني انا شغال بالعافيه. اللقطه اللي انا بقولها لك، اللقطه اللي انا بدات بيها كلامي، ان هو بيعمل بيلد اب، الكره بتيجي لفان دايك، فان دايك بيفضل الثلاثه اللي قدام يتحركوا بالعرض لغايه ما يفضوا واحد، يفضوا صلاح او يفضوا روبرتسون او يفضوا ماني، وبتلعب اللونج باس. اللونج باس اللي بتلعب 60 70 متر ويوصل مظبوط، ده واحد من ال 700 الوحيد ولا 946. الباص اللي بيتعمل، الباص اللي بيتعمل بين الخطوط بقوه شديده بسرعه شديدة عشان تنقذ موقف دلوقتي قبل ما الدفاع يلحق، ده واحد من التمريرات. طب عايزك تبص، على التسلل على ليفربول صفر. كل اللعيبه دول يا حسني اللي بيجروا في ظهر الديفنس وما لهمش ولا اوفسايد، ناس مركزه، التوقيت بتاع الجري يعني حاجات. علشان كده هم ايه، هم افضل فرقه في العالم حاليا يعني. عشان كده الناس الاحصائيات دي انت بتقيسها على افضل فريق في العالم. خلي بالك كمان ايه، ان الرقم ده حسني وافضل باصير في العالم تياجو الكانترا مش موجود في الملعب. النهارده لو تياجو بيلعب النهارده 900 دول انا بقول هيبقى لك هيفرق مع ليفربول. هيفرق، تحس اللي هو من النوعيه بتاعت ليفربول. ليفربول محتاج لو بيكمل هو تياجو الكانتارا بيكمل النقطه. يعني انت بتلعب، انا مستغرب والله ازاي مشي من برشلونه. يعني انا مش متخيل داني الفيز ازاي. بلاش بقى، عشان لو ركزت انت، لو ركزت بالقرارات اللي بتحصل في برشلونه مش هتتكلم عن الاسماعيلي تاني. ربنا وتقول لك تمام كده انا زي الفل، عشان برشلونه بيحصل فيه حاجات من ورا الخيال. طب عفيفي احكي لنا عن ماتش تكتيكيا هنا. لا انا ليفربول عموما، ليفربول النهارده هو ليفربول بكره هو ليفربول، ليفربول كلوب. اللي بالمناسبه تقدر تلخصه بان الهدف اللي سجله ارسنال عباره عن هجمه مرتده شديده الدقه، ثم احتاجت اثنين لعيبه يقلشوا اللي هو روبرتسون، ثم اللي سجلها لاكازيت نفسه قلش عشان تخش جول. دي الوسيله الوحيده اللي قدرت توصل بيها للكره هنا في ليفربول في بدايه الجيم. انت مشكله ليفربول بمنتهى البساطه، او مش مشكله سوري، سمه ليفربول بمنتهى البساطه، مفيش تكتيك فظيع، مفيش 90,000 مثلث، بس فعلا فعلا كل شيء في الكوره بيحصل بسرعه غير عاديه. دي احصائيات النني يا فيفي، والحقيقه لازم اشيد بالنني، لان النني لما جه معاه مدرب فاهم شغال، لا شغال على الاستحواذ، وشغال النهارده النني بيجري سبرنت عشان خاطر ينزل يستلم في الحته دي، ودايما مع الضغط موجود ومتاح وافيلبل وبيتصرف في الكره تحت ضغط. صح، ارتيتا هو المدرب اللي النني ممكن يكون كان محتاجه عشان يقدر ان هو يشتغل بحاجات معينه مختلف شويه عن الناس. في ماتش فولام، ماتش فولام كان هايل. النني طول ما هو اللي ارسنال مع الاستحواذ، وطول ما هو بيطلع بالكوره بتاع النني احسن لعيب في الملعب، وطول ما الارسنال ما بيضغطش عالي، ودي نقطه مهمه بتخلي النني يبدا الماتشات الكبيره، طول ما الارسنال ما بيضغطش ضغط عالي ومحتاج لعيبه تقدر ان هي او معاه الاستحواذ على طول، ومحتاج لعيبه ان هي تقدر ترد في نص الملعب بسرعه في الاستحواذ، طول ما المسافه التحرك في مساحات قريبه من بعض، النني هيبقى مفيد جدا. طول ما هو مش مضطر، طول ما هو مش مضطر يتحط في القرارات اللي يعمل فيها باص صعب او باص بين الخطوط خطير او باص يعني
طول ما الفريق بيلعب كومباكت وبيقدر يتحرك، محتاج بس لعيب بيباصي بشكل كويس، بيفكر بشكل كويس، بس انا عايز اديله حق صعبة. عايز اديله حق في نقطه مهمه جدا جدا، ازاي المينتاليتي بتاعته اتغيرت؟ ان النهارده لقيت نفسي ما بلعبش، ازاي اطلع اعاره العب في تركيا، وازاي ارجع تاني والمستوى دوت مع مدرب فرق معايا، بقيت بلعب النهارده اساسي. فدي لازم برضو نقول الايجابيات، لان اللعيبه يعني واحد زي رمضان صبحي سافر ما لعبش، يعني ما ينفعش. هو ده اللي احنا بنطلب من اللعيبه المصريه لما تطلع، فدي حاجه تتحسب له، دي حاجه تتحسب له ميدو، لان جه وقت عليه هجوم جامد جدا في الكره المصريه على ان طريقته او بس هي المشكله الكبيره لما بيغير من نفسه. لا لازم الناس كلها تشوف على فكره انني راح ارسنال في وجود أرسن فينجر يا جماعه، بس يعني الموضوع ما كانش فتره ضباب واي حد بيخش يخرج. لا بس انا يعني طبعا انا مش قصدي، انا قصدي المشكله الكبيره اللي الناس بتصطدم بيها ان المنتخب بيلعب بطريقه مختلفه تماما، وهو معاه الكوره وهو معهوش الكوره، عن ارتيتا وعن ارسنال دلوقتي. طبعا خلاص انت النهارده هنا لا بتبني من تحت، ولا بتعدي على لعيبه نص الملعب، ولا النهارده اللعيبه بتتحرك لبعض عشان تحط نفسها. الاسلوب نفسه بيخلي خلاص اللعيب اللي موجود ده لعيب مختلف. يعني لعيب زي ما انا، خلي بالك على فكره، انا جالي وقت حسني وانت كنت موجود في منتخب مصر، في وقت من الاوقات مثلا انا كنت متالق مع توتنهام بشكل كبير جدا، لان كانوا بيلعبوا عليا كور مباشره، فانا قوتي بانت، الباور بتاع النهارده، التحضير الكتير اللي كان مع كابتن حسن وكل الكلام كله خلاني ان انا على طول في مواقف انا بقدر اجيد فيها، بس مش اللي انا اميز حاجه فيها. انا بقيت خلاص واخد على حاجه معينه مختلف، يعني الناس بتطقطق عليك. فتره بتاعه داميان داف وروبي كين اللي هي اللونج بول، بول ثم تنزل الكوره وحد يجي من ورا، يعني في انا ماشي بجيد في دي ولعبت في طريقه لعب، بس التحضير الكتير خلاني ان انا خلاص لعيب مختلف. ده نفس الكلام الناس وبعد كده المشكله بقى الناس بتتفرج عليك في التلفزيون، انا يعني لعيب تاني خالص. اللعيب بيجي النهارده، طب انت قدام الناس دي ومع اللعيبه دي مش قادر ان انت تبقى نفس اللعيب ليه؟ مش هو ده اللي احنا بنشوفه في هو ده اللي الناس النهارده توتنهام، مش هو دوت يعني توقع بالظبط، هو ده اللي الجمهور لازم يتوقعه. توقعوا ان انتوا الشكل اللي انتوا بتشوفوا بيه النني ده لما يجي يلعب مع منتخب مصر، حتى لو قدام النيجر، حتى لو قدام اي فرقه، هو هيبقى لعيب مختلف. وانا على فكره انا قلت الكلام ده قبل كده، بس انا بيعجبني تشافي وانيستا. انا بس هقول نقطه سريعه، تشافي وانيستا 2009 في التوب بتاعهم، ميدو التوب بتاعهم تشافي وانيستا، لو اديتهم لكلوب في التوب بتاعهم 2020 يردوا من البيع، عشان طريقه لعب الاورجنايزيشن بتاعته محتاجه تك. وهو ريكارد اصلا ما كانش بيلعب تشافي، لما كان بيلعب باسلوب لعب لعيبه فيها عندها فيزيكال بريزنس، ريكارد ما كانش بيلعب تشافي. انا بتكلم حتى 2009، انا عايزك تشوفها على طول، انني على طول بيضغط، وعلى طول المسافه بينهم وبين تشاكا، وعلى طول ان هم مش مخلين بيلعب هجوم. غير الصوره يا جماعه بتاعتنا اللي احنا شغالين بيها، بص كان بيلعب برده النهارده دايما من امام زقين، هو عشان كده برضو زي ما قال، بس برضو يعني لو الكاميرا فتحت هتلاقي فين زقين، يعني في مطوشه ما لعبش خالص وكان بره الفرقه خالص. النهارده ال- 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 الشكل اللي انت هتلعب بيه، كل مدرب برضو ميدو عارف امتى هلاعب بالنني في التوقيت دوت، امتى انا عايز الخطه اللي بلعب بيها، ازاي بلعب بالنني. النني من اللعيبه اللي عندها ما شاء الله مجهود، وعنده ذكاء، عنده ذكاء في ازاي انزل استلم الكوره، وعنده الباص كويس جدا. فالنهارده انا شايف برضو، بص انت بتتكلم، بص الارسنال بيلعب ازاي، النقل بتاع ليفربول النهارده تنقل 946 نقله في وسط الضغط اللي عليك ده، لا الموضوع محتاج. انت لو خدت الصور لو خدت الصور هي تاني من اورا الاخيره، هتلاقي ان في لحظه فابينيو اللي نازل له فينالدوم واللي متشعلق كيتا، وفي لحظات تانية كيتا هو اللي نازل وفينالدو متشعلق، وفي لحظات ثالثه اللي بيستلم ناحيه الشمال ساديو ماني، وفي لحظات رابعه اللي بيستلم ناحيه الشمال روبرتسون، في تناغم غير عادي، وكل ده بيحصل بسرعه. دي الفكره اللي انا عايز اقولها، بدايه الهجمه ده اللي ظهر النهارده حتى في الهدف، حتى في كل الماتشات اللي ارتيتا ودايما اللي بيعيد ويزيد عليه ارتيتا، ان ازاي سنتر باكين بيفتحوا، ازاي الجون هادي جدا على الكره حسني النهارده الجول. معلش انا مش عايز اقارن بحاجه، بس النهارده الجول كيبرز نادو والاجوال في مصر كل يوم بلا استثناء، الا الوحيد اللي تقدر تقول عليه ان هو كورته لما بترجع له الكره تبقى مطمن هو هادي، عبد المنصف. يعني صح ولا لا؟ خبرته بقى لا وانت في طريقه طول عمره بيلعب يعني بيقدر يعني. انما كل النهارده الناس بتفتح لعيبه نص الملعب افيلبل ومتاحين دايما. ممكن اقول لك حاجه ثانيه برضه، النجيله هل هي على جوده تضمن لك وانت بتعمل الباس باص في نص ملعبك في 18 بتاعك؟ يعني احيانا وانت بتاع، انا دلوقتي حد باص لحسني لازم اديله قوي، اولا قوي، وحسني يستلمه، حسني هو بيستلمه ببطن رجله هيكون هو خد نقره في الارض، فخبط في قصبه رجل حسني مش في بطن رجله، قامت رايحه للمدافع جاب المهاجم جاب جول من اللعيبه. انا وحسني هنبطل لعبه بعد لا بس من اللعيبه برضو، بس الكواليتي كواليتي الملعب لعبت في ملعب في السويس كده ما اعرفش كان اسمه ايه، اللي هو كان جيش التالت بتاع عجرود في الناشئين ولا في لا جيش التالت عجرود في هوا ده، بس كان بيتلعب عليه في الدوري جيش التالت عجرود السويس كابتن نصر الجبروني انا فاكر المفروض لغايه دلوقتي ملعب يعني ملعب كوره بالطب بالطب
في لعيب برضو لازم نشيد بيه، تريزيجيه. تريزيجيه من اللعيبه اللي ما بتختلفش ادائها سواء بره او جوه، يعني بيجي منتخب مصر هو نفس الاداء اللي تعرف بتعرف. بمناسبه كوبر، ان كوبر اول واحد لعب تريزيجيه، كوبر اول واحد لعب تريزيجيه. وساعتها كانت الناس بتقول له لا ازاي فلان عشان بيقدر يعمل الترانزيشن، مش عايز اقول مين فلان ومين اعلان يعني دفاع، هم كان في 3 4 اسماء رمضان، ازاي تسيب ده وده وده وتلعب بتريزيجيه النهارده هو فين؟ دي ارقام تريزيجيه. وطبعا وبعدين عنده شخصيه، انا بحب طريقته، اللي هو ما بيخافش، اللعيب اللي ما بيخافش انا بحبه جدا. هي الكره كده دلوقتي مفيش حاجه اسمها خاف و لا، علشان شخصيه كويسه، شخصيه كويسه وهادي. دي احصائيات تريزيجيه في ماتش النهارده. طبعا استون فيلا بيفوز 3 على فولام، اللي واضح ان هم هينزلوا. طبعا البريمير ليج بدا قوي، يعني قوي جدا، قوي قوي جدا. امبارح ليستر بيكسب من السيتي، وصدمه تعفيفي ومحب جوارديولا. لا انا خلاص، انا شايف ان التجربه انتهت، انا شايف ان التجربه انتهت. صرفت فلوس كتير جدا على سنتر باك، محتاج معرفش انت عندك بقى نص ساعه، ساعه الا ربع، ساعتين، لان الموضوع طويل قوي قوي يعني. بس انا شايف ان تجربه جوارديولا بس راح اسمع عليا فخرني ليه. طيب انا عايزكم تشوفوا الرياكشن بتاع الحكم ده، لان الماتش النهارده عايزكم تشوفوه، لان مهم جدا. الحكم بينعي حظه في ايه ده، غريبه دي. دي فرصه بتاعت لجازات يعني. الحكم كريج باوسون بيشجع، ممكن يكون بيشجع ارسنال يعني، دي الحاجه الوحيده ان هو يعني لا هو او حاطط لجازات. هو متاكد ده حكم؟ لا، ممكن يكون حاطط لجازات في الفانتسي. متاكد؟ اه والله، ما هو يا اما بيشجع ارسنال، يا اما مراهن على الماتش، يا اما حاطط لجازات في الفانتسي، ما فيهاش حاجه. لقطه غريبه، لقطه غريبه. اه صح، ده تحس ان هو مش راجع بجد يعني. بجد والله الراجل بيعني حظه الراجل ده. لو في مصر بقى بيعمل كده، لو في مصر. حسام حسن لما متعب جاب الجول وراح عامل كده. بس دي مش حاطط لجازات، ده مكابتن لجازات. ده مكابتن، ده تريبل كابتن كمان. اللقطه دي لو في مصر كان حصل في الحكم ده. لا بس هي غلط في كل مكان، هي غلط في كل مكان. عايزين نفكر، عايزين نفكر الشباب والجماهير بحلم اوضه اللبس، وبكره هنعلن عن الفائز طبعا. كان ولسه كملوا، قدموا لنا التحليلات بتاعتكم على هاشتاج حلم اوضه اللبس في لمباراه ليفربول وارسنال. حسني بشكرك واستمتعت بوجودك معانا، ومبروك الاسماعيلي حبيبي. اتمنى ان شاء الله تبقى بدايه، ان شاء الله باذن الله الاسماعيلي يقدر ينهي الدوري بشكل كويس، يقدر ان هو يبني عليه للموسم الجاي. ودايما مبسوط وانا معاك والله بجد يعني. مش عايز حاجه تاني؟ عفيف. ان شاء الله نبقى مع بعض تاني بقى باذن الله. انا سعيد جدا موجود النهارده، وسعيد جدا جدا ان اول مره اتقابل مع القيصر حسني عبد الرب، وان شاء الله ما تكونش اخر مره، وبالتوفيق لنادي الاسماعيلي يا رب ان شاء الله. عفيفي نورتنا النهارده، اشكرك يا حبيبي. اشوفكم بكره على خير في اوضه لبس جديده. What the next?